بالنسبة للصوت واضح، يا ريت لو واضح. بالنسبة للصوت عشان في الشات مثلا يكتبوا إذا كان واضح أو مش واضح. أنا تمام بالنسبة لي سامع حضرتك كويس يعني. تمام خلاص، الناس بتقول واضح. تمام جميل، خلاص سمحنا إن شاء الله كده 5 دقايق ونبدأ. تمام أوكي، مفيش أي مشكلة. تمام بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصوت والصلاة واضح والسلام. كده كده. تمام تمام، اتفضل. أهلا بكم جميعا في محاضرة استخدام البيم في المنشآت المعدنية. في البداية أحب أشكركم جميعا على الحضور وعلى وقتكم، إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة ليكم، وأشكر برضو بيم إريبيا ومهندس عمر سليم على دعوته ليا إن أنا أكون أتشرف طبعا إن أنا أكون موجود معاكم في السيشن ده بإذن الله. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا مهندس مصطفى محمود، سينيور ستراكشرال بيم إنجينير وبيم إمبلمنتر، خريج قسم الهندسة المدنية جامعة الإسكندرية سنة 2006. بدأت في مجال البيم من سنة 2007، عملت ودربت العديد من الشركات والأفراد على استخدام برامج البيم وتحديدا برنامج تيكلا ستراكشرز، وكذلك برضو عملية الامبلمنتيشن للبرنامج وفي الشركات على العديد من المشاريع، وشاركت في العديد من المشاريع سواء كانت ستيل ستراكشرز او كونكريت ستراكشر في داخل مصر وخارج مصر. في سنة 2009 عملت تريننج فيديوز لتيكلا ستراكشرز واتنشرت على اليوتيوب، واخيرا شرفني طبعا ان انا اكون عضو في بيم ريبيا. ان شاء الله في السيشن دي هنتناول ما يلي: ايه هو البيم ومراحل المشروع من وجهة نظر
إنشائية، وبرامج البيم المستخدمة للمهندسين الإنشائيين، والإنتجريشن أو التكامل ما بين البيم تولز أدوات البيم والطرق التقليدية أو البرامج التقليدية لتحليل الإنشائي. إزاي بقى برضو نعمل كمان إمبلمنتيشن لبرامج البيم أو البيم تكنولوجي في جميع مراحل المشروع، سواء كان الديزاين وديتيلينج وفابريكيشن أو وأخيرا الكونستراكشن ستيجز أو مراحل التنفيذ. من خلال النقط دي كلها إن شاء الله هنعرف إيه فوائد استخدام البيم في مشاريع الإنشائية، وتحديدا مشاريع المنشآت المعدنية. هنبتدي نعرف Building Information Modeling، وأكيد طبعا حضراتكم أعلم مني بالموضوع البيم، ولكن أعذروني بس بداية للمحاضرة هنحتاج بس كم حاجة كده فيها. إن شاء الله مش هنخش في التفاصيل طبعا، ولكن هناخد الموضوع بطريقة بسيطة. الحقيقة إن في العديد من التعريفات الخاصة بإيه هو البيم، ولكن يمكن بالنسبة لي أحد أبسط هذه التعريفات اللي هو موجود في كتاب Building Information Modeling for Dummies، واللي هو إن أنا أبني المنشأ بتاعي أو المشروع بتاعي مرتين. مرة هيكون ديجيتالي، يعني خلال الكمبيوتر أو خلال استخدام البرامج الخاصة بالبيم تكنولوجي، والمرة الثانية هيكون في السايت أو في الحقيقة في مكان تنفيذ المشروع. يمكن برضو أنا عندي أو أنا بستخدم تعريف يمكن أبسط من كده كمان، اللي هو لو جيت قريت كلمة Building Information Modeling بالعكس، فهي هتفسر لي هي البيم. إن أنا ببساطة بعمل موديلينج، بعمل 3D موديلينج للإنفورميشن، جميع المعلومات اللي عندي موجودة في المشروع أو في البيلدينج بتاعي. من خلال كده أنا ببتدي زي ما قلت إن أنا بعمل 3D موديل، يبقى بداية أي مشروع بيستخدم في طريقة البيم أو البيم تكنولوجي هتكون عن طريق 3D موديل، ودي بقى يسمى بالبيم دايمنشنز. إن أنا ببتدي بال 3D موديل، الموديل ده بيكون عندي أيا كان بقى الموديل، سواء كنت أنا أركتكت معماري أو إنشائي تمام، أو MEB إنجينير تمام، ببتدي أبني الموديل بتاعي وابتدي أحط فيه كل الداتا زي ما قلنا من خلال التعريف البسيط ده، إن أنا ببتدي أحط كل الانفورميشن وكل الداتا اللي عندي. ده مش مجرد شكل للمشروع أو فيجواليزيشن دي أو شكل إظهار وجهات أو ما إلى ذلك، ولكن هو الموديل بتاعي بيحتوي على جميع الداتا بتاعتي، جميع الانفورميشن. يعني لو أنا مهندس إنشائي هبتدي أحط القطاعات بتاعتي، سواء الأعمدة أو الكاميرات وما إلى ذلك، والمواد المستخدمة، سواء كنت بستخدم المشروع بتاعي كونكريت أو ستيل أو بريكاست أو أيا كان نوع المشروع. لو أنا مهندس معماري ببتدي أشوف الشكل الواجهات بتاعتي، الأرضيات، التشطيبات، كل الداتا زي ما قلت لحضراتكم، كل الانفورميشن بتكون موجودة عندي في 3D موديل ده، وبالتالي انا هقدر اعمل لها اكستراكشن، او اقدر اخرج الداتا دي اعمل لها اوتبوت. فبحتاج ان انا اروح لدايمنشن تاني وهو 2D دايمنشن، وده اللي بيحتوي فيه البروجكت دوكيومنتيشن. يعني اللي هم بيكون باختصار ان هم بيكون ان انا بطلع اللوح بتاعتي الدرونز الموجوده للمشروع، زي ما قلت ايا كان بقى نوع المشروع وايا كان التخصص بتاعي، وكمان كميات الماتيريال وكميات الموجودة عندي في المشروع بتاعي. ولكن هناخد بالنا بس من نقطة بسيطة، ان الكميات واللوحة دي بتكون حاجة اسمها generated. يعني ايه generated؟ يعني بتطلع بطريقة اوتوماتيكية، انا مش هحتاج ان انا ارسم مرة تانية او استنتج مساقط او plans او divisions وما الى ذلك، ولا هحتاج ان انا اعمل احسب كميات الحصر مرة تانية واشوف انا عندي الكوانتيتيز بتاعتي، سواء خرسانة، التشطيبات، الدكتس وهكذا، كل الكلام ده لا. انا كل المجهود اللي انا بعمله زي ما قلت ان انا ببتدي
اعمل 3D موديل واحط فيه كل الانفورميشن، وبعد كده بطلع اللوح وبطلع الداتا دي كده بطريقه جنريتد زي ما قلت بطريقه اوتوماتيكيه. يبقى البدايه مره تانية عن طريق ال 3D، وطلعت اول اوتبوت بتاعي اللي هو الدوكيومنتيشن، فنزلت للبعد اللي هو 2D. لو اضفت عامل الوقت وعايز اعمل احط البلاننج بتاعي للاكتيفيتيز اللي هي الانشطه، طبعا اللي عندي بقى باختلاف نوع المنشأ بتاعي ونوع الاليمنتس الموجوده جواه، هتكون بوصل كده وبطلع ل ما يسمى ال 4D او السكادولينج. تمام. لتاني بره مره بقول برضو ان انا كل الكلام ده انا مش هعرف اعمله، مش هعرف ان انا احط اكتيفيتيز، ومش هعرف ان انا اعمل الورك بريك داون ستراكشر والكلام بتاع البلاننج ده بدون ما يكون عندي اصلا موديل ويكون عندي 3D. عشان كده دايما بنقول ان انا لازم اكون عندي 3D موديل. طيب بعد كده لو انا حبيت اضيف بعد اخر واحط الكوست في الاعتبار بتاعي، ببتدي اروح لما يسمى بال 5D، ان انا اعمل كوست استيميشن. هنا بقى بحط على الاليمنتس اللي عندي في الموديل بتاعي او العناصر اللي موجوده في الموديل بتاعي التكلفه ليها اثناء مراحل المشروع كلها. بعد كده عندي بعد اخر وهو 6D اللي هو sustainability او الاستدامه. يمكن ده خاص شويه بالمهندسين المعماريين والميكانيكال. باختصار هو ازاي ان انا اخلي المنشأ بتاعي يستهلك اقل قدر من الطاقه، ويكون البيربس منه او الغرض منه بيؤدى بكفاءه عاليه، سواء اختياري للماتيريال واختياري للاورينتيشن بتاع المشروع بتاعي في الموقع وهكذا. كل الكلام ده بيأثر لي على الكونسبشن بتاع الانرجي او استهلاك الطاقه، فبعمل الانرجي اناليسيز وتحليل المبنى من وجهة نظر الماتيريال بتاعته واستخداماتها في الطاقة، فده ما يسمى بـ sustainability. تمام. لحد هنا أنا كل الدايمنشنز دي أو كل المراحل دي بتكون يا إما أثناء مرحلة التنفيذ أو مرحلة التصميم. تمام. ومجرد ما بنتهي منهم، تمام، بيظهر عندي بعد آخر وهو ال 7D الفاسيلتي مانجمنت او اداره المنشاه. تمام. دي هنا بتبتدي بمجرد ان المبنى بتاعي او المشروع بتاعي يكون خالص تماما، وزي ما احنا نقول ان انا بالطريقه التراديشنال اس بيلت، ولكن الموضوع ده هيكون عن طريق ان انا بخلص الموديل بتاعي بحط عليه كل التعديلات لحد هنا، وابتدي اسلمه للناس اللي هتعمل فاسيليتي مانجمنت للمشروع بتاعي على عن طريق برضو المودلز، عن طريق 3D مودلز. تمام. بيبتدوا هما بقى بعد كده يعملوا المينتنس بلانز بتاعتهم والسبورت واي حاجه هم عايزين يعملوها والاستراتيجيز بتاعتهم، تمام، عن طريق برضو استخدامي للمودل اللي انا ابتديت فيه في بدايته خالص، بدايه المشروع. يبقى دي باختصار شديد جدا مراحل او البيم دايمنشنز، وازاي ان انا تعريف كل واحده فيهم. الخريطه اللي قدامي بتوضح البيم ادابشن او تبني فكره البيم في العالم. يمكن الخريطه دي بقت بتتغير بشكل سريع عن قبل كده، عن 10 سنين فاتوا، نتيجه لان الناس فعلا شافت الفايدة اللي بتعود عليهم، سواء كانوا حكومات أو شركات كبيرة، إن أنا أستخدم البيم والوقت اللي بيوفره في التنفيذ، وبالتالي الفلوس والتقليل الهدر في الماتيريالز والكلام ده كله. فابتدت الخريطة دي أو ابتدت الناس تنشط في موضوع البيم أدابشن. يمكن الناس اوائل الناس اللي ابتدت في الموضوع البيم، يعني الناس اللي هو الدول الاسكندنافيه زي النرويج، الدنمارك، وفنلندا. تمام. وبعد كده تبعتهم امريكا طبعا وبريطانيا والكلام ده كله.
كل فترة والتانية بيظهر ستاندردز أو جايد لاينز. في عندي اللي هي اليو اس ستاندردز والبريتش، وفي دول يمكن ملهاش كود قوي في الانجينيرنج ولكن ابتدوا يطبقوا فكر البيم بطريقه قويه جدا، زي سنغافوره عندهم بيم ستاندرد عاليه جدا وجايد لاينز محترمه حقيقه. يمكن من شهرين مصر طلعت الكود بتاع البيم او الجايد لاينز بتاعتنا، فده برضو بيدي انديكيشن لان المنطقه بتاعت الميدل ايست والجولف اريا ابتدت تشوف الفايده في تطبيق البيم سواء في مصر وفي الامارات وفي السعوديه وهكذا. تمام، فيعني ده يدي انديكيشن ان الموضوع خلاص ما بقاش يعني اوبشنال، او ما بقاش ان هو هي تكنولوجي والله كويسه متطوره، لا الموضوع بقى فيه شكل يعني على ارض الواقع بيعكس فايده استخدام البيم في المشروعات باختلاف انواعها وباختلاف التريدز، يعني سواء كان اركتكتشرال ستراكشرال وام اي بي وما الى ذلك، سواء تنفيذ اثناء تنفيذ المشروع او حتى بعد تنفيذ المشروع. دي كانت مقدمه سريعه جدا عن البيم. كل اللي احنا عايزين نطلع بيه من خلال هذه المقدمه ان انا اعرف بس ان البيم هو مش 3D visualization، يعني هو مش مجرد شكل اظهار ان انا بعمل 3D حاجه زي برامج زي ال 3D Max والكلام ده كله، لا ده مجرد ده 3D موديل بيحتوي على actual data وداتا حقيقيه بقدر ان انا زي ما شفت ان انا استطلعها بشكل او باخر واستخدمها بين التريدز وبعضها. وان هو طبعا مش سوفت وير، هو ما فيش حاجه سوفت وير اسمه بيم، هو دي تكنولوجي بتحتوي جواها على العديد والعديد من البرامج والبلاتفورمز اللي بتطبق فكر التكنولوجي دي. هنشوف دلوقتي مع بعض المشروعات الستيل ستراكشر طبعا اللي اتنفذت باستخدام البيم تكنولوجي. عندي أول حاجة Museum of the Future في دبي في الإمارات، ده شكل الموديل وده شكله في الطبيعة. تمام، زي ما قلت إن أنا ببني الموديل مرتين في التعريف اللي هو البسيط اللي احنا خدناه في الأول، فده كان شكل الموديل عندي في خلال البرنامج الذي يعني استخدموه في المشروع ده، كان تكلا ستراكشرز. ده شكل الموديل، شكل الكونكشنز، كل الانفورميشن اللي انا هكون محتاجها. تمام، وده شكل المشروع اثناء عمليه التنفيذ، ودي هنا برضو شكل من الورك شوب او الورشه لبعض الاسمبلز اللي طالعه من البرامج البيم المستخدمه في المشروع ده. طيب ممكن احنا هنشوف شكل اشكال معقده في المشاريع اللي هي موجوده دلوقتي، ودي احد فوائد استخدام البيم تكنولوجي. ده اوبتس ستاديوم في استراليا، المشروع كان في 60,000 مقعد في الاستاد، وكان مطلوب الليفل اوف ديتيلز 500، وده اعلى ليفل اوف ديتيل في البيم. كان بيحتوي على اكتر من 15,000 طن من الستيل، والبري ستريسد كونكريت والبري كاست كان اكثر من 3,000 بيس، وفي اكثر من 50,000 متر مكعب اتصبوا في المشروع ده. طبعا المشاريع كل ما يعني كل ما زي ما قلت من شويه ان هي بقت معقده فبستخدمها، فده طبعا ما بيخليش ان الموضوع يمشي في اتجاه ماتيريال واحده بس، يعني هو مشروع بيستخدم فيه ستيل وبيستخدم فيه كونكريت بنوعين وثلاثه. تمام، وكل الكلام ده ازاي ان انا اعمل كنترول على الماتيريالز المختلفه وبالتالي الكونتراكتورز المختلفين، هنشوف ان شاء الله في خلال المحاضره دي
ولكن ده بيعكس مدى أهمية ومدى إن أنا الكنترول العالي اللي بقدر أحصل عليه لما أنا بستخدم البيم تكنولوجي. ده مبنى آخر اسمه الدار هيد كوارترز، ده مبنى رئيسي لشركة الدار في أبو ظبي. شايفين برضو شكل المبنى بالظبط هو شكله اللي موجود في الموديل، تمام. زي ما قلت ده نفس التعريف اللي احنا قلناه في الأول بكل الديتيلز اللي موجودة فيه. بخلص كل الموديل بتاعي، كل الكونكشنز، بعالج فيه كل المشاكل زي ما هنشوف ان شاء الله في خلال المحاضرة دي، وبعد كده ببتدي ان انا انزل انفذ المشروع ده. دي صورة من الموديل ودي صورة من ارض الواقع اثناء التنفيذ. وعلى فكرة يعني الموديل ده تحديدا يمكن من سنة قبل 2010، يعني الناس ابتدت تشتغل في الموضوع ده. بعض الشركات طبعا الاجنبية ابتدت انها كانت سباقة في تطبيق التكنولوجي دي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. الكابيتال جيت تاور ده برضو احد المباني، ده اكثر المباني انحناء في العالم، موجود في ابو ظبي بنفس الفكرة. ده شكل الموديل وده شكل المشروع اثناء عملية التنفيذ، هو بالضبط. ده كل ده ناتج عن طريق التخطيط البلاننج لكل element هيتنفذ ازاي وهيحصل له فابريكيشن ازاي. طيب بعد ما شفنا المشاريع دي، شفنا قد ايه شكلها هي مش طبيعي، مش بنقابله كل يوم، تعالوا نشوف بقى نبتدي ازاي ان شاء الله رحلتنا في خلال ان انا ابتدي مشروع من اول ما يكون فكره لحد ما ان انا انفذه زي الاشكال اللي احنا شفناها مع بعض من شويه. هنتكلم عن البروجكت لايف سايكل او مراحل المشروع بتاعتنا، طبعا من وجهة نظر إنشائية زي ما قلت في الأول، تمام. بيبتدي هنا المشروع بمرحلة البروجرامينج اللي هو مقصود بيها إن المهندس المعماري يبتدي يشوف المساحات اللي عنده ويبتدي يقسمها وما إلى ذلك. بيوصل بعد كده لما يسمى بالconceptual design أو الديزاين المبدئي، بيطوره بعد كده يعمله development لحد ما يوصل للديتيل ديزاين. طبعا كل ده انا بستخدمه باحد برامج البيم زي ما احنا بنتكلم في خلال السيشن ده. فمعنى كده ان انا هبتدي اوصل للديتيلد ديزاين كاركتكت او كمعماري عن بشكل ان انا اوصل ب3 دي موديل، تمام. ببتدي بعد كده اديه للمهندس الانشائي، تمام. قد تكون الطريقه دي مش 100% مطبقه الان، ولكن ده اللي المفروض هيحصل عاجلا او اجلا يعني. فخلينا نتكلم على الطريقه دي ان شاء الله النهارده ونشوف واحنا بعد كده هنتصرف ازاي. وبس يعني دلوقتي في مشاريع اوريدي ابتدت حتى في الميدل ايست تتنفذ بهذه الطريقه يعني، تمام. فانا هنا وصلت لمرحله الديتيلد ديزاين، تمام. وببتدي اخدها كمهندس انشائي او كستراكشرال انجينير، ابتدي اعمل لها الاناليسيس، تمام. تعالوا نشوف اول مرحله هبتدي اعمل فيها ايه بالظبط. عشان ابتدي او عشان ابدا مرحله الاناليسيس اكيد هيكون محتاج ان انا استخدم بيم تول او بيم سوفت وير ويكون بفكر انشائي. عندي العديد من البلاتفورمز الموجوده في الماركت، طبعا اشهرهم في مجال الستيل برنامج تيكلا ستراكشرز، وفي برنامج اخر منفصل عنه اسمه تيكلا ستراكشرال ديزاينر، وده من شركه تريمبل، تمام. شركه اوتوديسك عندها ريفيت وروبوت طبعا، والادفانس ستيل وده برضو برنامج بيعمل الستيل ديتيلينج. في الاوبن بيلدينجز والبرو ستيل من شركه بنتلي، واول بلان وسيا من شركه نيمتشيك. طبعا دي مش كل البرامج اللي موجوده في الماركت، ولكن دي يمكن اشهر البرامج، بنضرب بيهم بس ايه الامثله يعني للبيم او ستراكشرال بيم بلاتفورمز. في مرحله الاناليسز
زي ما قلت من شويه هيكون عندي البيم موديل اللي هو الاركتكتشرال بيم موديل. هبتدي ان انا اخده من الاركتكت او المعماري وابتدي احط بقى الاستراكشرال سيستم بتاعي بنفس فكره الشغل بالطريقه الترديشنال، بس هبتدي المره دي من زي ما قلت it all starts with A with 3D. تمام، هبتدي احط الاستراكشرال سيستم بتاعي، وبعد كده بعرف فيه طبعا القطاعات والاحمال وما الى ذلك من الطريقه العاديه خالص، تمام، ولكن باستخدام بيم بلاتفورم يعني. وبعد كده ببتدي اعمل الاستراكشرال اناليسز، عايز احصل على الستريمنج اكشنز بتاعتي اللي هي المومنت والشير وما الى ذلك، وعن طريق ان انا بعمل ران او بعمل استراكشرال اناليسز، تمام، ببتدي اعدل بنفس الطريقه. لو انا طلعت حاجه عندي انصيف ببتدي ان انا اعدل القطاعات اللي عندي لحد ما اوصل لفاينل استراكشرال موديل، وبعد كده ببتدي ارجعه تاني مره تانيه دي الاركتشر عشان نشوف مرحله الكوردينيشن زي ما هنتكلم عنها كمان شويه. يبقى دي مرحله الاستراكشرال اناليسز، باخد الموديل المعماري ابتدي احط له استراكشرال سيستم باللودز بتاعته وبعمل له ران عشان اشوف القطاعات دي هل هي سيف ولا انسيف، ايه اللي عايز يتغير ببتدي اغيره، وبعد كده برجع الموديل مره تانيه للمعماري. طيب في المرحله دي بيكون محتاج انتجريشن ما بين الاستراكشرال سوفت وير وال او البيم استراكشرال سوفت وير والتراديشنال اناليسز تولز او حتى الاناليسز تولز اللي بتسبورت البيم. لو ضربنا مثال ببرنامج تكلا ستراكشر، فانا بقدر اعمل انتجريشن ما بينه وما بين الساب والايتابس، طبعا دول برامج شهيره جدا في الاستراكشرال اناليسز. بقدر برضو اعمل انتجريشن ما بينه وبين روبوت والاستاد وريسا والعديد من البرامج المختلفه، ممكن في برامج كمان اكتر من كده. كل البرامج دي او ان انا ابتديت ان الموديل بتاعي باستخدام على سبيل المثال برنامج تكلا ستراكشرز، تمام، هقدر ان انا اوصل للاناليسيز ريزلتس بتاعتي اللي هي زي ما قلت المومنت والشير والنومر وهكذا، تمام، عن طريق ان انا اعمل لينك زي ما انتم شايفين السهم ده باي دايركشنال لينك ما بينه وما بين البرامج دي كلها. سواء انا ابتديت هنا وحطيت حتى عرفت اللودز بتاعتي كلها وعايز احصل على نتيجه الاناليسز زي ما قلت من شويه، او لو نفترض مثلا ان الموديل ده كان بدايته كانت جايه لي من احد البرامج دي زي الساب او التابس وعايز ارجع بيه للبيم بلاتفورم بتاعي، فهو باي دايركشنال لينك زي ما هنشوف كمان شويه التغييرات بتحصل لايف في كل برنامج من والاخر يعني. هنا دي صور لشكل الموديل عندي في البيم سوفت وير، هنا تكلا ستراكشرز وهنا شكله لما عملت اللينك ما بينه وما بين برنامج الساب وطلعت الستريننج اكشنز بتاعتي. بنفس الفكره برضو انا بقدر اعمل لينك بينه وما بين برامج اخرى، شايفين الاسهم رايح جاي يعني باي دايركشنال. هنا ده الموديل كان معمول في تكلا ستراكشرز وابتديت برضو اعمله لينك او عشان ما بينه وما بين برنامج الاوتوديسك روبوت، واحصل برضو زي ما قلت على الاناليسيز ريزلتس بتاعتي. في فيديو هنا هنشوف موضوع اللينك ده ما بين البرامج دي وبعضها، هنشوف برنامج مثال لتكلا والاستاد الربط بينه وبين الاستاد عشان توضح برضو الصورة بشكل أكبر. أنا هنا عندي الموديل بتاعي جوه تكلا ستراكشرز، تمام، ببتدي أحط اللودز بتاعتي المختلفة أيا كانت نوعها، وأبتدي أعرف بعد كده حالات التحميل اللي أنا عايز أعملها، تمام، أعرف القطاعات طبعا بتاعتي في الأول اللي أنا بفرضها بنفس فكرة الديزاين العادي، وعرف الاكواد اللي انا هستخدمها. ببتدي هو بيعمل جنريشن لما يسمى بالاناليسز موديل
نبتدي بقى اعرف كل النودز دي بحيث ان الاناليسيس سوفت وير يفهمها، يشوف النودز دي ايه علاقتها ببعض، هل هي هنجد فيكسد وما الى ذلك، هل هي فيها ريليس ولا لا، هل القطاعات دي ممكن تكون عارف قطاعات بس يكون عليها تنشن بس او عليها كومبريشن بس وما الى ذلك. وبعد كده ببتدي ان انا اعمل مرحلة الاكسبورت او ان انا اعمل اللينك ما بينه وما بين برنامج الاستاد. في اللقطة دي هو انا ما عملتش موديلنج للمشروع ده جوه برنامج الاستاد، ومجرد بس ان انا خدته متعرف عليه جميع الداتا اللي كانت موجودة في تكلا ستراكشر سواء كانت القطاعات او الاحمال. هعمل بس ران هنا عشان احصل على الريزلتس بتاعتي، تمام، واشوف هل القطاعات دي سيف ولا في حاجه عايزه تتغير، وابتدي اشوف ارجع تاني جوه تكلا، تمام. ممكن ان انا اغير القطاعات زي ما قلت ان اللينك ما بينهم باي دايركشنال، يعني ممكن اغير القطاعات عندي في الاستاد والتغيير ده هينعكس على الموديل بتاعي الموجود في تكلا. زي ما احنا شايفين هنا رجع الموديل تاني وكان عمل احد التغييرات، هتبتدي يعمل لها ريفليكشن جوه التكلا موديل وتبتدي تتغير بدون الحاجه ان انا اعمل موديلنج مره تانية. طبعا الموضوع ده بيوفر وقت كتير الانتجريشن ما بينهم والتفاهم ما بين البرامج دي وبعضها، تمام، زي ما احنا شايفين ايه بالشكل اللي موجود قدامي، ان كل البرامج بتقرا بصوره كويسه من بعضهم للاخر يعني. تمام كده هو عدل القطاع ده، زود القطاع بدون ما يغيره فعليا جوه تكل عشان يواكب او عشان يبقى سيف وكمان موجود في الاناليسيز ريزلتس بتاعتي سواء كانت شير او مومنت تورشن وكمبريشن وهكذا. طيب في الاستراكشرال في اسف في الستيل ستراكشرز بتبقى حاجه زياده شويه، ان انا ببقى عايز اصمم كمان الكونكشن، يبقى في مرحله ان انا اصمم الممبرز الاساسيه واحصل على ممبرز سيف، بتكون دي مرحله بتعقبها مرحله الديزاين دي الكونكشن. زي ما احنا شايفين دي برضو في سوفت ويرز او سوفت وير بروجرامز ثانيه مسؤولة عن الموضوع ده، عندي ايديا ستاتيكا شركة بنتلي في ليمكون ورام كونكشن والباور كونكت، وفي برنامج اسمه ريسا كونكشن، وفي برنامج كمان اسمه ايزا. دي برضو احد مش كل البرامج بس دي احد اشهر البرامج اللي موجودة في الماركت، تمام. الورك فلو بتاع الديزاين بتاع الكونكشن بيكون كالاتي، انا بيكون عندي خلاص ال 3D موديل بيكون معروف فيه الفورسز اللي على الممبرز في كل النودز بتاعتها اللي انا عايز اعمل عليها او اعمل فيها كونكشن. ببتدي ان انا اودي النودز دي، تمام، او ال الكونكشنز دي سواء انا كنت عملتها في البرنامج ذات نفسه او اللي هو زي مثلا زي ريفيت او تكلا ستراكشرز، ببتدي ممكن ابتدي اعمل برضو نفس الفكره ان انا عملت تصميم مبدئي، ممكن ان انا اعمل تصميم مبدئي للكونكشن وبروح بعد كده للبرامج دي ان انا فعلا بقى بحصل على هل الكونكشن دي سيف ولا ايه اللي عايز اتغير فيها بالظبط، طبعا على حسب الكودز المختلفه اللي انا بستخدمها معايا في المشروع، وزي ما هنشوف مع بعض ايه دلوقتي في خلال الفيديوز القادمه. يبقى الورك فلو يا اما يكون عندي الكونكشن دي انا فارضها زي ما قلت، تمام، وببتدي اوديها للبرامج المعنيه بالسوفت بالتصميم الكونكشنز، بتبتدي تشوف هل الكونكشن دي سيف او سيف بزياده، ممكن ان انا اقلف في حاجه معينه او هي اصلا ان سيف، تمام. وفي ورك فلو تاني ان انا ببتدي لا اودي الممبرز دي بدون كونكشنز، تمام، للبرامج دي ان انا بس بيكون عليها طبعا الاناليسيز ريزلتس عشان البرامج دي تبتدي تقدر انها اختار التايب اوف كونكشنز وهي تبتدي ايه تصممه. فسواء ده
أو ده جميع الحلول متاحة. هنشوف الفيديوز اللي جاية دي، أول فيديو عن الانتجريشن ما بين ريفت وبرنامج ايديا ستاتيكا. أنا عندي هنا الموديل بتاعي عليه زي ما انتم شايفين analysis results. الموديل ده موجود في ريفت، وهنا عايز اصمم الكونكشن الموجوده في الفريم كونكشن دي. هيبدأ يفتح اللينك اللي ما بينه وما بين برنامج ايديا ستاتيكا ويختار الكودز الافيلبل اللي موجوده. هيعمل لها اكسبورت او هيعمل لها لينك، هتظهر موجوده هنا عندي بالقطاعات اللي كانت موجوده في الريفت، وكمان الفورسز اللي موجوده عند النودز دي او موجوده في كل ممبر. كده هيبتدي يعمل تشيك موجود ويشوف هل فعلا القطاعات دي والبولس واللحامات وكل الكونكشنز كومبوننت او مكونات الكونكشن دي كافيه فعلا انها سبورت، ولا في حاجه عايزه تتغير. تمام، يكون شكلها في الديفورميشن، الستريسز اللي موجوده عليها وما الى ذلك. شوف هنا البولز هل هي كافية، بيطلع الكالكوليشنز بتاعتها طبقا طبعا للكود المستخدم. بقدر بعد كده، لان الموضوع كله خلاص سيف مفيش داعي لتغيير اي حاجة، تمام، هيبتدي يعمل له كريشن للبولز الكالكوليشن شيت زي ما احنا شايفين بطريقة اوتوماتيك. طبعا الموضوع جميل، موضوع سهل ان انا ابتدي في برنامج بيسبورت فكره ال 3D، وبعد كده ان انا هيكون عندي الموديلنج اسرع واسهل، تمام، وهيكون عندي تولز بتساعدني على الموضوع ده، وبعد كده ان انا ابتدي اروح بقى اشوف موضوع الديزاين بتاعي بشكل او باخر. طيب ده الفيديو الثاني، الانتجريشن ما بين تكلا وبرنامج جيزا. هنا اللينك ما بينهم، هنا عندي في الشمال الكونكشنز اللي موجوده في برنامج تكلا، هيبتدي ينقلهم كلهم جوه برنامج جيزا ستيل اللي هو مسؤول عن تصميم الكونكشنز. المره دي هيلاقي ان في بعض الكونكشنز فيها مشاكل وانها فيلد انها تبقى سيف يعني بالنسبه للاحمال الموجوده عليها. هنبتدي نشوف ايه هي المشاكل اللي موجوده في الكومبوننتس دي او في الكونكشنز دي، تمام، وابتدي يعالجها زي ما هنشوف دلوقتي. هنا لقى ان السكندري بورت في مشكله، تمام، هبتدي يعمل التعديلات المطلوبه ويعمل تشيك على الديزاين وعينه خلاص كده عالج كل المشاكل. دلوقتي هبتدي ينقل بقى التغييرات دي لجوه تكلا ستراكشرز بدون الحاجه ان انا اعمل موديلنج مره تانيه. طبعا الموضوع ده جميل جدا وموضوع يعني بيسهل الامور بشكل كتير، وكمان بيعمل كودز كالرنج كودز للكونكشنز بحيث انك مجرد بس تفتح الموديل تبقى عارف مين الكونكشنز السيف والانسيف وايه اللي هي المفروض تغيره وايه اللي المفروض تعدله وما الى ذلك. الانتجريشن طبعا ما بين البرامج الاناليسيز وبرامج الكونكشنز بتاعت الديزاين كونكشنز والبيم بلاتفورمز تطور بشكل كبير جدا في الكام سنه اللي فاتوا، وبقى زي ما انتم حضراتكم شايفين ان الموضوع بقى فعلا
بيوفر وقت وبيوفر مجهود على الديزاينرز. طيب انا كده وصلت لايه؟ وصلت لموديل، تمام. الموديل ده كل القطاعات اللي فيه استراكشر الموديل، يعني كل القطاعات اللي فيه سيف، كل الكونكشنز اللي فيه سيف، خلاص عملت لها تصميم باختلاف التايبس بتاعتها، تمام. هبتدي انتقل بقى للمرحله اللي بعد كده، تمام، اللي هي مرحله الدوكيومنتيشن. ولكن قبل ما انتقل للمرحله دي، في مرحله مهمه جدا، الا وهي مرحله الكوردينيشن. زي ما قلت في الاول، ان انا هحتاج ان انا بعد ما بخلص الديزاين لوبس بتاعتي دي عشان اوصل لي فاينل structural model من وجهة نظر الديزاين يكون سليم، لازم ارجع تاني، ارجع الموديل ده للبيم كوردينيتور، يعني اللي هو هيبتدي يعمل الكوردينيشن ما بين كل التريدز او كل الديسيبلينز architectural وstructural وام اي دي. في مرحلة الكوردينيشن بيحصل زي ما قلت دلوقتي، يعني كوردينيشن ما بين كل الديسيبلينز، بنشوف، بنعمل ديتكشن لما يسمى بالكلاشز، ايه الحاجات المتعارضة مع بعض، ايه الحاجات الخاطئة في بعض، سواء كان ده جوه نفس التريد، يعني لو انا عندي مشاكل او ايشوز في الستراكشرال ذات نفسه، اليمنتس على بعضها او الستراكشر اليمنتس على بعضها، او ما بينها وما بين بعض. وكل الكلام ده بيتعمل بطريقة اوتوماتيك باستخدام احد برامج الكلاس ديتكشن اللي بتسبورت طبعا البيم سوفت وير. وبالمناسبه بعض البرامج اللي هي اصلا اللي هي ما يسمى بالبيم اوفرنج تولز، يعني اللي انا ببتدي فيها ال 3 دي، مش عايزين نخش يعني في تكنيكال تيرمز كتير، بس هي زي ريفيت وزي تاكلا وما الى ذلك، تمام، ان انا ببتدي فيها الموديل. قد يكون فيها برضو ميزه الكلاش تشيك زي تاكلا ستراكشرز، انا بقدر اعمل كلاش ديتكشن بيلت ان جوه البرنامج. ايا كانت الطريقه اللي انا هعمل بيها الكلاش ديتكشن، فانا هعمله بسوفت وير بيعمله لي بطريقه اوتوماتيك. وبعد كده بعمل اساين التاسكس دي، يعني ببتدي اعين بقى التاسكس دي كلها واشوف المشاكل جايه لي فعلا من انهي تريد، او ايه المشاكل اللي المفروض تتغير، هل الضغط اللي ينزل الليفل بتاعه، ولا الكاميرا اللي مش عارف يقل الدبث بتاعها، وما الى ذلك من المشاكل اللي احنا كنا بنشوفها في الطريقة التراديشنال، ولكن كنا بنشوفها احيانا في الموقع، تمام. ولكن ده دلوقتي انا كل ده، انا الرحلة بتاعتنا دي كلها من قبل اصلا منزل الموقع، زي ما قلنا في التعريف البسيط اللي في الاول خالص، من قبل منزل الموقع اعمل فيه اي حاجة، ببتدي اعالج كل المشاكل دي واعمل الشغل بتاعي كله زي ما احنا شايفين، تمام. ببتدي اشوف المشاكل فين وبعمل لها، بوجه الناس التيمز المختلفة انها تعالجها. كل ده بيتم عن طريق زي ما قلت بلاتفورمز خاصة بالكوردينيشن. عندي زي على سبيل المثال تريمبل كونكت، او فورمالي نون، يعني اسمه سابقا كان تكلا بيم سايت، الفيرجن الجديد منه تريمبل كونكت، لو كان حد بيستخدم تكلا بيم سايت يعني، تمام. في برنامج قوي جدا اسمه سليبري، برضو خاص بالكلاش ديتكشن، وطبعا غني عن التعريف برنامج نيفس ووركس، تمام. وفي برامج، دي برامج كلاش ديتكشن، في برامج ما يسمى بالكلاش مانجمنت او الايشوز مانجمنت، زي البيم تراك، بيم كولاب، والريفيستو، دي برامج قويه برضو بتحس انها بتعمل مانجمنت للموضوع الكلاشز، وان انا بقى ابعت اساين الكلاش ده لانهي شخص وانهي تيم والايميلز والكلام ده كله، بدون الحاجه للطريقه التراديشنال وشكل الدوكيومنتيشن الكتيره، ايميلات رايحه ايميلات جايه وورق كتير والكلام ده كله، عشان اعمل يعني كوميونيكيشن ما بيني وما بين الاذر تيمز يعني، تمام. ده زائد طبعا ان انا بديتكت الكلاشز دي بطريقه اوتوماتيكيه زي ما شفت، زي ما قلت من شويه. هنا ده شكل الـ البرامج دي، هنا ده تريمبل كونكت، بدخل الموديل فيه، فيما يسمى طبعا الاكستنشن الاي اف سي، اندستري فاونديشن كلاسز، تمام.
ده طبعا اكستنشن بيدعم تدعم جميع البرامج اللي بتشتغل بالبيم او اي بي سي اف اللي هي بيم كولابوريشن فورمات، برضو بقدر ان انا استخدمها وادخلها جوه البرامج اللي احنا شفناها من شويه دي المختلفه. ببتدي ديتكت الكلاشز، لان انا ممكن اكون مستخدم برنامج برافيت مثلا كاركتكت وتاكلا ك معماري، وبرنامج مثلا اركيكاد ام اي بي عشان اعمل الشغل الميكانيكال والريكتيكال والبلومنج. فازاي كل المودلز دي هتقرا من بعض؟ فكان لازم باختصار يعني ان انا اعمل اكستنشن تمام بيقدر يقرا كل الداتا دي اللي هو الاي اف سي، واقدر ادخله زي ما احنا شايفين جوه البرامج المختلفه للكوردينيشن. تمام، هنا انا ممكن زي ما قلت يعني ده برنامج ترامبل كونكت، والموديل اللي جواه استراكشرال. انا واحد براجع على التيم بتاعي بتاع الاستراكشرال، ممكن يكون في ايشوز عندي، في مشاكل وعندي غلطات انا شفتها تمام، فببتدي ان انا اعمل كلاود وببتدي ان انا اشوف ايه الغلطه واقول له ايه الغلطه بالظبط. تمام، بقدر اطلع كل الداتا اللي عندي، مع ان انا ما بقدرش يعني ترامبل كونكت والبرامج دي مش بعمل فيها موديلنج تمام، ولكن انا بقدر استقبل فيها الموديل من البرامج الاوفرنج تولز المختلفه، لكن بقدر ان انا اكستراكت الداتا. ده اللي احنا قلناه في الاول ان هو ده مش مجرد 3 دي فيجواليزيشن، لا دي داتا حقيقيه جوه كل اليمنت ايا كان نوع الاليمنت ده. تمام، ببتدي بعد كده اعمل موضوع مانجمنت، ان انا ممكن اخد سكرين شوتس عشان اوضح بيها زي ما احنا شايفين ان انا اخلي الكلاش بالظبط، اعين الكلاش ده اسمه ايه ومين اللي هيعدله ويعدل فيه ايه بالظبط والتواريخ، يعني فول مانجمنت فعلا على موضوع الكلاشز ده. ده هنا ما بين الميكانيكال موديل والاستراكشرال، زي ما قلت هنا في المواسير دي خابطه في الكاميرا الستيل، طب مين اللي هيعدلها؟ مين، هل الميكانيكال تيم ولا الاستراكشرال تيم؟ طب مين فيهم بالظبط؟ كل الكلام ده بقدر اعمله عن طريق البيم كوردينيشن باستخدام طبعا برامج مختلفة. ده هنا النيفس ووركس، بقدر ارتب الكلاشز زي ما قلت فول مانجمنت فعلا على الكلاشز فروم اي تو زي. كده انا وصلت لموديل ستراكشرال موديل سيف كل الاليمنتس اللي فيه، كمان معمول له كوردينيشن، فانا اقدر دلوقتي اوصل فعلا بقى لمرحله الدوكيومنتيشن ك ستراكشرال انجينير، وان انا اطلع زي ما قلنا في البدايه ان انا اطلع حاجه اسمها جنريتد درونز، او تحديدا جنريتد ديزاين درونز وجنريتد بيل اوف كوانتيتيز، او الكوانتيتيز سيرفينج بيكون بطريقه اوتوماتيك. تمام، ده الاوتبوت اللي انا عايز اطلعه ك ستراكشرال انجينير، هو الديزاين باكج بتاعتي. تمام، بطلع اللي هي الديزاين درونز، سواء كان بقى شكل 3D ده متاخد من البيم بلاتفورم او ستراكشر بيم بلاتفورم ايا كانت. تمام، عايز اطلع اليفيجنز سيكشنز، احط عليها كل الديتيلز اللي هي بتطلع في الديزاين درونز، الكونكشن اللي موجودة عندي في المشروع. وكمان لو هنا عامل الفونديشن الكونكريت فونديشن والتسليح بتاعه، بقدر اطلعه برضو واشوف ايه علاقته بالستيل ستراكشرز اللي عندي. بنفس الفكرة بطلع الجنريتد بي كيو، ان هنا الحصر طالع بطريقه برضو، انا مش بحسب بقى كل الكلام ده، انا مجرد بذلت مجهود زي ما قلت وعملت كل الموديل بتاعي، خليته سيف، ظبطت الكونكشنز تمام بما يلائم المرحله اللي انا فيها اللي هي مرحله الديزاين. تمام، وبعد كده خلاص انا مجرد بس ان انا ايه ريدي ان انا اطلع الكميات بتاعتي الموجوده في الموديل.
تمام، يبقى انا كده زي ما قلت خلاص وصلت لخلصت كل شغلي ك structural engineer. تمام، وبعد كده هبتدي لو احنا شايفين اللي هو اللايف سايكل الموجوده قدامنا مرحله الفابريكيشن، ولكن في مرحله مفصليه جدا ومحوريه جدا جدا في اي مشروع، مفروض اي مشروع ولكن تحديدا كمان في مشروع اي مشروع ستيل ستراكشرز، وهي مرحله الديتيلينج، وبيكون فيها بقى التفاصيل كلها بتظهر زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. في المرحله دي انا بطلع كل البروجكت ديتيلز، تمام، عن طريق الكونتراكتورز. على سبيل المثال الديتيلينج بقى بتاع الكونكشنز، الميسيلينيوس ووركس اللي هي زي الستيرز والهاند ريلز والاماكن، لو انا مثلا عندي equipments، الحاجات دي كده كلها ببتدي اشوف الدنيا بشكل بعلي من الاخر الليفل اوف ديتيل بتاعي، تمام، بحيث ان انا اطلع كل الديتيلز، كما ان المشروع ده هيكون كانه از بيلت موجود قدامي. تمام، لو انا طبعا بشتغل في عندي كونكريت في المشروع بتاعي، او انا كونكريت كونتراكتور بطلع الريفورسمنت ارنجمنت وبعمل كل ما يتطلبه المشروع من تفاصيل. في الفترة دي او في المرحلة دي بيكون دايما في اقتراحات وتغييرات زي ما هنشوف، ممكن request for informations او proposals تطلع من الكونتراكتور، من كونتراكتور او سب كونتراكتور، بحيث ان هو يا اما بيسأل عن حاجة محتاج clarification او بيقول لا ان الموضوع ده مش هينفع محتاج تغيير. تمام، كل الحاجات دي بتظهر على اساس انها تناسب يا اما السايت كونديشنز اللي هي ظروف الموقع او احتياجات الوركشوب او الورشه اللي هتنفذ واللي هتصنع الستيل ستراكشر الموجود في المشروع بتاعي. وهنشوف طبعا كل الكلام ده ان ديتيلز كمان شويه. بعد ما بخلص ده برضو بنفس الفكره هرجع اعمل كوردينيشن تاني مع كل التريدز او مع كل الديسيبلينز التانيه، اللي هم برضو هيكونوا دخلوا في مرحله الديتيلينج، تمام، وهيكونوا برضو دخلوا كل او طلعوا علوا الليفل اوف ديتيلز بتاعهم في جميع المودلز بتاعتهم. طيب بعد كده بطلع ما يسمى التشوب جونز، تمام، اللي هي سنجل بارت والاسمبلي، راح نتكلم في الستيل يعني، والريكشن درونز والسي ان سي فايلز اللي هي الفايلز الخاصه بالماشينز اللي هتنفذها في الورك شوب زي ما هنشوف طبعا بالتفصيل. وبالتالي برضو بالطبع ان انا هطلع جنريتد بي او كي. طيب تعالوا نشوف بقى في مرحلة الديتيلينج، نشوف complex connections. ببتدي بقى ان انا زي ما قلت ان انا بعمل الموديل في كل الديتيلز، في كل التفاصيل المطلوبة واللي ما كانتش موجودة يمكن في ديزاين درونز. ببص بشكل اخر على المشروع بتاعي، يمكن الناس اللي شغالة في الستيل مش كل يوم احنا بنشوف شكل زي الموجود قدامنا، فده قدرة البرامج اللي بتشتغل بالبيم ان انا اخلي الموضوع قدامي بقى كده بشكل 3D، ما عادش اتخيل وبعد كده اكتشف مشاكل في الموقع بعد ما اكون انا اصلا ابتديت التنفيذ وهكذا. تمام، فكل المشاكل ان وجدت بتتعالج طبعا وهي بتوجد اكيد يعني في خلال مرحلة ايه، اما لسه ما نزلتش الموقع اصلا ولا نفذت اي حاجة، كل الكلام ده اثناء مرحله وانا قاعد في المكتب، سواء كنت ستراكشرال ديزاينر او في التكنيكال اوفيس عند الكونتراكتور. شايفين اشكال معقده جدا دي للكونكشنز، فيها كل الديتيلز زي ما قلت هنا. المشاريع كل ما بتكبر طبعا ما بيبقاش فيها نوع واحد فقط من الستراكشرز، في هنا كونكريت، في كذا تايب من حتى الستيل كونكشنز و
افكار كتيره بتبقى في كل مشروع. يعني طبعا صعب جدا انك تعمل كوردينيشن وتعمل كوميونيكيشن حتى من غير كوردينيشن ما بين كل الناس المختلفه دي في اللي داخله تشتغل في المشروع مع بعض. هنا الميسيلينيوس ووركس اللي هي عندي الستيل ستيرز والهاند ريلز، الكلام ده برضو بيبتدي ان انا اعمل له ديتيلينج. خلاص ده شكل كانه اس بيلت موجود في المشروع بتاعي في الموقع، كل التفاصيل بتطلع مسمار مسمار لحام لحام، كل ما يمكن ان تتخيلون اقدر اطلعه باستخدام البيم سوفت وير. هنا حتى السبايرال او السبايرال ستيرز، كمان حتى الكلادينج والشيتينج بقدر ان انا اطلعه واعمل له موديلنج واعالج لو في مشاكل. البنفيتس اللي احنا اتكلمنا عنها عن طريق ان انا بستخدم البيم. طيب هنتكلم دلوقتي على الورك فلو بقى اثناء الـ اثناء مرحله الديتيلينج. انا بيكون عندي 3D موديل، تمام، ببتدي ان انا عايز اعمل فيه الديتيلينج. تمام، احنا في تكنيكال اوفيس اهو للمين كونتراكتور، وابتدي بقى ان انا اعمل جايلي ديزاين باكج. تمام، وبالمناسبه هيكون برضو جايلي 3D موديل الكونسلتنت او الديزاينر اللي هيسلمه لي، وابتدي ان انا اكمل شغل عليه. تمام، طيب وانا بشتغل في الموضوع ده انا بتبقى عيني على كذا حاجه تانية موجوده في المشروع بتاثر لي في طريقه اخراج او طريقتي في التعامل مع 3D موديل، الا وهي ان انا ببص على الكونستراكشن بلاننج اللي هي السيكونسز بتاعه المشروع. تمام، وهنفسر الكلام ده طبعا دلوقتي، وببص على مرحله الفابريكيشن اللي هي التصنيع والورشه، وببص على الكونستراكشن لوجيستكس اللي هو الكونديشنز بتاعه السايت برضو. كل المراحل دي بتاثر لي في طريقه اخراج الموديل بتاعي وطريقه الكونكشنز وحاجات كتيره جوه الموديل لازم ان انا ابص عليها الاول. وطبعا زي ما قلت ان انا كل ما بيزداد تعقيد البيلدنج بتاعي والمشروع بتاعي طبعا بيحتاج ان انا ابص على الموضوع ده، وان احنا نعمل كوميونيكيشن بشكل او باخر على اساس ان انا يبقى 3 دي موديل اللي انا عايز اوصل له في الاخر ده الهدف بتاعي ايه. الهدف ان انا اطلع 3 دي موديل يروح يتعمل للفابريكيشن، يروح يتصنع ويتركب في الموقع بدون اي مشاكل. لو اغفلت الثلاثه دول او الثلاث عوامل دول، تمام، طبعا هتحصل برضو مشاكل. استخدامي للبيم هيأثر كتير قوي في طريقه الكوميونيكيشن بشكل افكتيف، وهيعالج مشاكل كتير زي ما هنشوف دلوقتي. طيب الكونستراكشن سيكونسز او البلاننج انا بعمل ايه؟ الموضوع مش 4D بس، لكن انا بكون محتاج ايه؟ محتاج ان انا اعرف عندي منشأ كبير زي ده، تمام؟ محتاج ان انا اعرف هبتدي انفذ ازاي في السايت ستيب باي ستيب. انا ببتدي عندي هنا زي ما انتم شايفين عندي هنا الكرين ده ايا كان انواعهم، تاور كرين ايا كان، تمام، انواع كتيره في الكرينز، ببقى عارف الكباسيتي بتاعتهم ان هم قدرتهم ان هم يشيلوا الاحمال قد ايه، اماكنهم موجوده فين. ببتدي ان انا اشوف الاول اعمل سيناريوز للموضوع ده، الناس بتوع البلاننج بيعملوا الموضوع ده بتاع السيكونسز، تمام، بناء برضو على ايه؟ بناء على الداتا اللي جايه لي منين؟ من 3D موديل. بيكون عندهم الاوزان بتاعه الاسمبلز والبارتس وما الى ذلك، بحيث ان انا ابتدي اعمل بقى سيكونس، تمام، اشوف ايه السيناريو الامثل اللي هو هيناسب الموقع بتاعي وهيناسب المعدات اللي عندي، وعكس ده كله على الموديل بتاعي. تمام، بيكون عندي احيانا بقى بتحصل ايه؟ بتحصل تغييرات ناتجه مش من الديزاين، ناتجه من
موضوع زي ده. انا دلوقتي عندي الكرين ده، ولو نفترض ان الاسمبلي الموجود اللي عندي ده مش هينفع ان الكرين ده يشيله، تمام؟ فبضطر اعمل حلول، تمام؟ الحلول دي لازم اعمل لها ريفليكشن فين؟ جوه ال 3 دي موديل بتاعي. اقسم بقى الاسمبلي، فده ينتج عنه كونكشن جديده لازم اروح اشوف هعملها ازاي واخد الموافقه عليها وهكذا. انا عايزكم وانا بتكلم تخيلوا ان الموضوع ده بقى بيتعمل من غير ان انا شايف الموضوع ده ستيب باي ستيب، شايفه كاني شايف المشروع بيتنفذ فعليا قدامي كل ده قبل ما احط مسمار حتى في الموقع بتاعي، تمام؟ هنا حطيت التاور كرينز، هنا مقسم المشروع بتاعي الفيزز، فيز 1 2 3. كل الكلام ده انا بعمله عن طريق ان انا بعمل سيكونس كونستراكشن سيكونس، ببتدي زي ما قلت بيعكس بقى كل الداتا اللي عنده وكل ظروف الموقع. بيشوف برضو لو انا مثلا عندي بعض الماتيريال هجيبها مش من الماركت بتاعي فهتيجي امتى، فبيبتدي يحط الاكتيفيتيز دي عنده، بيبتدي يرفلكت كل الداتا دي. كل الداتا دي موجوده اصلا فين؟ موجوده في موديل واحد وفي مكان واحد، وبيبتدي يعمل سيناريو بتاعه بشكل قوي زي ما احنا شايفين. هنا ده احد المشاريع، ده كان مشروع البرج الساعه اللي هو في مكه. فبيبتدي هنا انا بضطر زي ما قلت ان انا وانا بعمل السيناريو احيانا في المشاريع الكبيره، تمام، يبقى فيها كذا سيستم. احيانا ممكن مجرد بس ان انا اعمل شويه بورتس كده زي ما احنا شايفين، مجرد تمبرري، تمام؟ يعني ده هنا عندي بريسنج تمبرري بحيث انه يكون موجود معايا اثناء التنفيذ، وبعد كده انا بشيله، تمام؟ هو مش موجود اصلا كستراكشرال اليمنت يعني بيرمننت، لكن ده مجرد بس للكونستراكشن ريكويرمنت، تمام؟ فكل الكلام ده انا هعمله ازاي من غير ما اكون ان انا شايف المشروع قدامي بالشكل الفيجواليز ده، تمام؟ وبالشكل الدقيق ده. هنا بيبتدي ان انا احدد زي ما انتم شايفين الاريا واشوف الداتا الجديده اللي طلعت، وده بيكون مش موجود عندي من الاول، بيكون احد نتائج الديتيلينج، تمام؟ او لو كان حتى موجود وكان عندي الديزاين باكج فيها بقى لا ديتيلز عاليه شويه، مشروع قوي، ديزاينر كونسلتنت، شركه قويه جدا، فبتبتدي برضو بتطلع حتى لو تصور مبدئي للكونستراكشن سيكونس، ولكن في الاخر طبعا المرحله الديتيلنج هي اللي بتطلع الفاينل اوتبوت. ممكن يكون ده التصور المبدئي مش هيمشي معايا في ظروف الموقع، ظروف وقت معين، يعني حاجه زي اللي احنا يعني بنمر بيها اليومين دول، مفيش حاجات كتير توقفت، التجاره توقفت، طب انا كنت مستني زي ما قلت ماتيريال تجي لي من بره، فابتدي ان انا اعدل، هل اشوف بديل ليها عندي في اللوكال ماركت وهكذا. كل ده بيبتدي ان انا اعدله واعمله اثناء مرحله الديتيلنج. كميه انفورميشن كثيره جدا بتروح وتيجي ما بين ديسيبلينز وبعضها، وما بين كونتراكتورز وبعضها، تمام؟ فمحتاجه كنترول كبير، ومحتاجه فول مانجمنت على الداتا دي وعلى الانفورميشن دي. زي ما قلت هنا انا ده برضو ارنجمنت للكرينز دي. الكرينز دي عندي دي موجوده اصلا على سقف، فكل ده ناتج عن طريق ان انا بكون اصلا عامل الكونستراكشن سيكونسز دي، وبتتنفذ عندي زي ما انتم شايفين في الموقع بناء على اللي احنا شفناه من شويه، ان انا بعمل زي سيناريو كده ستيب باي ستيب. ستيب الاولانيه هنعمل الاسمبلي الفلاني، وبعد كده هنعمل تمبرري بريسنج او تمبرري ممبرز، اعمده تشيل حاجه بحيث انها تتنفذ وتتبروبس يعني، وبعد كده ان البروبس دي تتشال بعد كام يوم. كل ده عندي على المودلز بتاعتي. زي ما قلت ان انا وانا بعمل 3D موديل لازم ابص على حاجات كتير، منها السايت كونديشن والكونستراكشن سيكونسز، تمام، زي ما احنا شايفين. وكمان ببص على الورك شوب، ودي بتبقى من الحاجات المهمه جدا في اي مشروع ستيل، ان هي من الاخر هي ليها الكلمه الاخيره. يعني لو انا جايالي كونكشن بالشكل ده والورك شوب عندي مش هينفع انها تعمله، تمام، فخلاص الموضوع حسن. فلازم ان انا اعدل الكونكشن بتاعتي دي
مين اللي هيعدل الموضوع ده؟ الناس اللي هي تبع المين كونتراكتور او الكونتراكتور، تمام، هيبتدوا يعملوا يحطوا بقى بروبوزلز جديده، او ان هم اتليست يعني يطلبوا بروبوزل من الديزاينر ويقولوا ان الشكل اللي انت عامله ده مش هينفع يتنفذ، تمام. ممكن ان انا اعدل برضو في شكل الكونكشنز زي ما قلت من شويه عن طريق السايد كونديشن، بحيث ان انا مش هعرف اركب حاجه لان بالشكل الفلاني فلا نقسمها اتنين، لا، او ان انا ممكن ازود كونكشن بتكون كونكشن تمبرري او حاجه اسمها اريكشن كونكشن، تمام، عشان خاطر اريكشن بيربسز بس، وبعد كده بشيلها مجرد بس ان انا بعمل ايه موضوع التركيب ده. فكل الكلام ده لازم ان انا اخده في الحسبان، تمام، اثناء ما بعمل ايه، ما بعمل ال 3 دي موديل بتاعي. طيب انا دلوقتي عندي اسمبلي كبير زي ده، طب انا هعرف اعمله اصلا في الورشه؟ طب عرفت اعمله في الورشه، هل هعرف انقله؟ تمام، لان كل الكلام ده بتاخد في الاعتبار معايا، هل عمليه الترانسبورتيشن، عمليه النقل، عن ليه اطوال محدده، لو زدت عنها لازم اخد بيرميشن من البلد او المدينه اللي انا فيها، لا ينفع التراك دي تمشي في الشارع ده، طب الوقت امتى، الكلام ده كل ده باخده معايا في الحسبان. فالممبر اللي انتم شايفينه قدامكم ده انا بكون عندي اصلا في الموديل 3 دي موديل بتاعي، تمام، محطوط عليه كل الداتا دي. انا ممكن احط حتى اسم الدرايفر بتاع التراك وهيجي امتى، كل ده انا اقدر ان انا اعمل مانجمنت عليه فعلا يعني جوه ال 3 دي موديل بتاعي. طب عرفت هنقلها، هعرف اركبها بالشكل ده ولا لا، كل الداتا دي بنسالها في مرحله الديتيلينج للستيل ستراكشرز. يبقى انا زي ما قلت من خلال السلايدز اللي فاتت دي ان 3 دي موديل انا ببص على الحاجات دي باخدها معايا في عين الاعتبار. بيحصل بقى بعد كده ايه؟ بيحصل كوميونيكيشن ما بين الناس اللي هم بيعملوا السيكونسز، ما بين الناس اللي موجودين في الورك شوب، وما بين الناس اللي هتنفذ وهتركب ايه المشروع ده. كوميونيكيشن في الاتجاهين، ار اف ايز وبروبوزلز، وكل ده بينعكس عندي وبيرجع يحصل له ريفليكشن في 3 دي مودلز. كمان بعد ما باخد البروبوزل دي، سواء انا بقى الناس اللي هم في المين تكنيكال، في تكنيكال اوفيس بتاع المين كونتراكتور، بيبتدوا يا اما بيعملوا ار اف اي زي ما قلت او ريكويست فور بروبوزل. هل لو انا عملت الكونكشن بالشكل ده لازم طبعا الديزاينر يوافق لي عليها. طب لو انا الماتيريال دي مش موجوده في وقت معين عندي في المشروع، هل ان انا هوقفها؟ لا، ان انا او مش موجوده اصلا من الاول، او ان انا مش موجود، بقت مش موجوده عندي دلوقتي، فببتدي ان انا اعمل ريبليسمنت لقطاعات وريبليسمنت لماتيريال، وببتدي ان انا اعيد اعمل ريكالكوليشن، وابتدي اعمل كل الورك فلو اللي انتم شايفينه الكوميونيكيشن دي. طبعا يعني انا بصراحه مش متخيل الموضوع بيمشي ازاي بدون ان انا استخدم بيم حقيقه يعني، تمام. زي ما شفنا ان انا ممكن الاوثرنج تولز، الكوردينيشن تولز، المانجمنت تولز اللي هي بتاعه الفلاشز والايشوز والكلام ده كله، طبعا هي بتلعب دور كبير جدا في الكوميونيكيشن واللي رايحه جايه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. من غيرها انا بصراحه مش متخيل هعرف اعمل كنترول ازاي على منشآت بالشكل اللي احنا شفناه، معقده في كميات كبيره من الستيل وحتى كميات تانية من الماتيريالز التانية. طيب انا كده وصلت ل 3 دي موديل كانشائي، تمام، ما عنديش مشاكل، حليت فيه كل مشاكلي اللي هي في السايت زي ما شفنا، والورك شوب خلاص كله تمام، وصلت ان انا 3 دي موديل جاهز تماما انه يحصل له عمليه الكوردينيشن زي ما شفنا. برضو قلنا قبل كده ان انا بعمل كلاشز، عملها ديتكشن، وان انا اشوف ارجع الموضوع ده تاني للقطاعات المختلفه عن طريق البيم كوردينيتور. بس هنا بقى الموضوع بيكون ايه بقى، مور ديتيلد اكتر زي ما شفنا عن الديزاين باكج، وده شيء طبيعي طبعا من دي مهمه الديتيلنج الستيج. من الكلام اللي فات زي ما قلت ان بيكون عندي المين كونتراكتور هو اللي بيبقى
يعني المايسترو بتاع الستيج دي، تمام. احيانا بيكون عندي، او مش احيانا، بيبقى في مشاريع كبيره زي ما شفنا بتتداخل بتكلم حتى كستراكشرال انواع التايبس اوف ستراكشرال سيستم مع بعض، تمام. فبيكون عندي سب كونتراكتور واحد وممكن اثنين وثلاثه وكتير، حتى لو هو الستيل بيكون عندي الكونتراكتور الستيل اللي هو البارتس الاساسيه، ممكن اجيب كونتراكتور تاني للكلادينج، كونتراكتور تالت للديكنجز وهكذا، تمام. فلازم وحتما يعني ان انا الاقي في المشاريع الكبيره دي بيكون عندي اكتر من سب كونتراكتور. طيب فبيحصل برضو نتيجه للي احنا شفناه كوميونيكيشن ما بينهم، كل واحد برضو، انا ده بيبقى عندي الموديل الاساسي ببعت له الموديل بيبتدي يعمل الشغل بتاعه، تمام. نفترض ان ده بتاع الكلادينج وده بتاع الديكنج وده مثلا بتاع كونكريت، تمام. فببتدي ان انا ابعت الموديل بتاعه، الموديل الاساسي، كل واحد بيشوف الجزء اللي هو هيشتغل فيه ويبتدي يشتغل فيه ويرجعه لي، ويبتدي يطلع لي برضو الايشوز اللي عنده عشان اعمل كوردينيشن عندي، سواء الايشوز دي انا خلاص حلتها، تمام، لكل واحد على حده. وبعد كده اشوف بقى هل الستراكشر سيستمز دي فيها مشاكل بينها وبين بعض ولا لا. اكيد طبعا بيطلع فيها مشاكل، ببتدي ان انا احلها، تمام. وبرجع اكوميونيكيت تاني برضو مع الديزاينر، واحيانا بيكون في ريكويرمنت للكلاينت بشكل او باخر، وان انا بضطر ان انا اخاطبه او ان انا يعني هو عايز يشوف البروجرس او ايا كان، تمام. بيحصل اللوب اوف كوميونيكيشن دي، طبعا دي مبسطه لان في تريدز تانية ان انا المفروض برضو اتخاطب معاها، تمام. ولكن احنا لو بنتكلم على الاستراكشر بس، لكن كل ده طبعا بينتج عنه لوبس داخليه من الكوردينيشن، تمام. زي ما قلت ان انا بعمل كوردينيشن ما بين شغل السب كونتراكتورز دول، انا كمان كونتراكتور، وبعد ما بخلص ده، تمام، لو عرفت المشاكل دي برجع بقى اشوف المشاكل دي مع التريدز التانية طبعا عن طريق مين؟ البيم كوردينيتور. هنا يمكن مستوى التفاصيل أعلى شوية، هنا في المواسير، هنا في ال بتتعلق ازاي مع الستيل ستراكشرز الموجودة، ولكن طبعا بنفس السوفت وير اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، تمام. هنا الكلاشز بقدر ارتبها، اعمل عليها مانجمنت بنفس الفكره، بس الفكره كلها ان انا عليت الليفل اوف ديتيلز ودخلت في ببص لامور اخرى في المشروع بتاعي عشان اقدر ان انا اطلعه الاوتبوت بشكل سليم. هنا كونكريت وستيل وام اي بي، كل دول داخلين في الصوره اللي قدامي، بقدر ان انا اوجه كل تريد فيهم وكل حد فيهم ان انا يعمل ايه بالظبط. كل ده كوميونيكيشن بتتم من خلال البرامج دي بدون الحاجه لبرامج تانية. حتى هنا الكونكريت اللي اقدر اعمل كوردينيشن ما بينها، زي ما انتم شايفين، حضراتكم شايفين اني عندي هنا الانكور بولت وكمان الريبار. طيب انا دلوقتي اقدر اقول ان احنا اخيرا وصلنا لمرحلة ان انا اقدر اعمل الفاينل اوت بوت بتاعي، تمام. حليت كل مشاكلي في مرحلة الديتيلينج واللي عقبها مرحلة الكوردينيشن ما بيني وما بين كستراكشرال يعني وما بين التريدز التانية، يبقى انا كده خلصت كل الشغل بتاعي. واقدر اقول ان زي ما قلت ان انا الهدف بتاعي في الاخر عايز انزل الموديل ده يحصل له فابريكيشن، وبعد كده ان انا انفذه في المشروع او اعمل له ريكشن، تمام. طيب الفاينل اوتبوت بنفس الفكره برضو، ان انا هطلع برضو دوكيومنتيشن، تمام. دوكيومنتيشن المره دي هيكون فيها بقى ايه اللي هي الاريكشن درونز، بيكون فيها كل الداتا بتاعه الممبرز دي وتتركب فين بالظبط، تمام. بحيث ان الراجل الاريكتور عارف طبعا الموضوع ده، لو هو عايز هيستخدم يعني الدرونز، وهنشوف طبعا ممكن نستخدم ايه تاني. هنا شكل بقى ال 3D الاليفيجنز البلانز، اطلع سنجل بارت، دي
بتروح من الاوتبوت اللي بيروح للورشه بيعمل القطعه كده، كل قطعه لوحدها بيبتدي يبقى عارف بقى ايه الابعاد بتاعتها، مسافات التخريم، الاخطار وما الى ذلك. يعني كل الكلام ده هقوله مره تانية او تالتة رابعه، ان كل الكلام ده بيكون جينيريتد، مش انا مش بعمل يعني مش بدخل الداتا بنفسي. تمام، هنا دي لوحة الاسمبلي بيطلع فيها كل الداتا المطلوبه، بحيث ان الراجل في الورشه يقدر يعمل التجميع بشكل مظبوط. حتى شايفين الشكل بيبقى معقد ازاي، ولكن ان انا بقدر برضو ايه ان انا الداتا دي اكستراكتد فروم الموديل اللي انا حليت فيه كل مشاكلي في مرحله الديتيل. حتى للميسلينيوس ووركس تمام، بقدر برضو ايه اطلع كل ريكوايرد اوتبوت ليه. نفس الفكره برضو عندي ان انا اطلع ال بي كيو، المره دي بقى اطلع البولز الويلز، هل النتيجه للتعديلات بقى اللي انا عدلتها دي، الويلز اللي موجوده في الورك شوب، الويلز اللي موجوده في السايت تمام، الورك شوب اسف البولز، هل في بولز هتبقى في الورك شوب ولا لا. كل الداتا بتفاصيلها يعني دقيقه جدا 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 تمام، بقدر ان انا اطلعها سواء كانت في درونز او سواء في كميات زي ما احنا شايفين. لو انا عندي كمان الدهانات الفينش بتاع الستيل ممبرز تمام، كل ده اقدر احصره طبعا، واقدر ان انا اظهره وابينه في الموديل وابينه في درونز وما الى ذلك تمام. طبعا هنا بقى للبولز باشكال ايه كتيره جدا، شكل الحصر طبعا بيختلف على حسب الريكويرمنت بتاعه الكلاينت او الريكويرمنت اللي انا الستاندرد اللي انا حاططها في الشركه عندي. يمكن النوع الجديد بقى من الاوتبوت هيتضاف من بعد مرحله الديتيلنج زي ما قلت من شويه، اللي هي السي ان سي فايلز تمام، وهي دي الفايلز اللي بيقراها او بتقراها الماشينز الموجوده في الورشه، بحيث انها تنتج لي بقى القطاعات على اختلاف بقى طبعا انواع الماشينز، البليتس البروفايلز العاديه او التيوبس تمام. بتبتدي تقرا عن طريق برامج معينه هنذكرهم كمان شويه ان شاء الله تمام، كل دي الداتا اللي طالعه لي من ال 3 دي موديل بتاعي، اللي هو اللي انا خلصت فيه كل حاجه عايز اعملها وعدلت فيه كل مشاكلي وحلتها، كل ده من قبل ايه اعيدها تاني قبل ان انا احط مسمار جوه المشروع بتاعي تمام. بطلع عن كل البرامج اللي هي بتعمل السيل ديتيلنج لازم بتكون بتطلع السي ان سي فايلز دي بنفس الفكره بنفس الاكستنشنز، بحيث ان المكن يقدر يقراها. ده انا شكل الان سي فايلز ده، بقدر ان انا اشوفه عن طريق فيورز معينه، حتى دي برامج اللي هي خاصه بالماشين، او حتى لو انا عايز اتشيك على حاجه من غير ما حتى اروح ان انا ايه الورشه، في برامج خاصه بكده تمام. وهنا ده المشروع او شكل البارت بتاعي جوه تكلا موديل، وهنا ده شكله في الفيور بتاع الماشين تمام. انا كده بقى جاهز ان انا ابدا مرحله الفابريكيشن. في المرحله دي ان انا بعمل طبعا الماتيريال كنترول بتاعي كده، طلعت كل الاوتبوت اللي ينفع ان مرحله الفابريكيشن دي او يلزم مرحله الفابريكيشن. عندي الماتيريال كنترول والهاندلنج والشيبمنت بتاع واي ريكوايرد داتا بتكون عندي ان انا عشان اكمل عمليه الفابريكيشن تمام. كل الداتا دي هتطلع منين؟ هتطلع هتكون اكستراكت زي ما شفنا اول حاجه، حتى لا سي ان سي فايلز دي تمام بتطلع من البيم موديل بتاعي تمام. وبعمل فيها برضو في مرحله الفابريكيشن دي بعمل الورك شوب بلاننج زي ما هنشوف. برضو هحتاج سوفت وير للورشه او لمرحله التصنيع،
عندي تكلا باور فاب من شركة فريمبل، في سترو ام اي اس سيا من شركة نيمتشيك، فاب ترول وستيل بروجكتس، وبرضو زي ما قلت دي مجرد أمثلة على أشهر يمكن السوفت وير بروجرامز الموجودة في الماركت، في يعني في العديد من البرامج. تمام، البرامج دي بتكون مسؤولة عن إيه؟ مسؤولة عن إدارة الورشة. تمام، بتاخد الداتا اللي موجودة في الموديل بتاعي البيم موديل، كل الداتا اللي أنا طلعتها. تمام، وببتدي بقى الناس اللي في الورشة اللي هم عادة يعني بيكونوا طبعا برودكشن انجينيرز وميكانيكال انجينيرز بشكل يعني اكثر. تمام، بيبتدوا يرتبوا بقى الشغل بتاعهم، ويبتدوا هل يشوفوا هل الورشه اصلا الـ فيها كام جوب، فيها كام مشروع، والمشروع بقى يبتدوا هم يعملوا مانجمنت لكل الداتا اللي طالعه من المشاريع دي. او لو ما عنديش غير مشروع واحد، لو عندي ورك شوب مخصصه لمشروع معين، لو عندي مشروع كبير، يبتدي بقى يشوف هو يعمل بلاننج للورشه بتاعته، ويشوف الماشينز اللي عنده هيشغلها ازاي. وكل ده المهم ان هو بناء على ايه؟ بناء على الداتا اللي هتجيله مني كستراكشرال انجينير، سواء ستراكشرال انجينير يعني من المين كونتراكتور بعد مرحله ايه؟ مرحله الديتيلنج. تمام؟ زي ما قلت هو بياخد السي ان سي داتا في الموديل. تمام؟ وبيشوف بقى هو عنده الستوك السايزز اللي عنده، بيبتدي بقى ايه؟ يشوف يماتش الداتا اللي طالعه مع الحاجات اللي عنده. تمام، والحاجات اللي هتجيله، هل طب هتيجي امتى، والماتيريال ريكوايرد هل احنا نغيرها مش موجوده اصلا، وما الى ذلك. موضوع الماتيريال كنترول ده موضوع كبير، بس برضو زي ما قلت لحضراتكم بعدها، هو الموضوع كله ابتدى من ايه؟ ابتدى من ال 3D موديل بتاعي. تمام، من اول خالص مرحله الاستراكشرال ديزاين، تمام، لحد ما وصلت لمرحله اللي احنا فيها دلوقتي، مرحله ايه؟ مرحله الفابريكيشن. فكل الداتا دي بتبقى كيوميوليتيف كده ايه؟ ورا بعض. تمام، هنا ده الصوره من احد برامج تكلا باور فاب، بيكون هنا عنده ده الموديل اللي انا بطلعه، ببتدي بقى يعمل بلاننج للورك شوب زي ما قلت، بيشوف ايه القطاعات اللي عنده، ايه انواعها بقى، التايبس بتاعت البروفايلز، ايه اللحامات نوعها ايه، وابتدي يعمل الشغل بتاعهم بتاع المانجمنت بتاع الورك شوب. بعد كده بيبتدي بقى هو يشوف عايز يعمل اوردرنج وبرشيزنج. تمام، ويشوف التكلفه وكل الكلام ده. تمام، على حسب لو هو زي ما قلت من شويه عنده جوب واحدة أو كذا جوب، يعني كذا جوب نمبر، بيشوف كل اللي يعني عنده مثلا اي بي اي 400 مثلا، بيشوف ان هنا دي في هنا عنده قد ايه، وهنا عنده قد ايه، هنا عنده قد ايه، ويبتدي مثلا هيطلبهم مرة واحدة، ولما يجوا هو عارف كل واحدة هتروح فين عن طريق المانجمنت سوفت وير اللي احنا شفناه. بيقدر يعمل تراك لل او يعمل للانفنتوري بتاعه، بيقدر يعمل كنترول عليه، الحاجه اتشحنت امتى، هتيجي امتى، راحت الموقع امتى، وهكذا. وكل ده بيقدر يعمل له ريفليكشن على الداتا دي، على الموديل اللي احنا بعتناه واللي احنا شفناه وخلصناه، بحيث ان انا برضو اقدر اشوف الستيتس بتاعت كل ممبر فيهم. ممكن المين كونتراكتور عايز يعرف، الكلاينت عايز يعرف، كل الكلام ده بيبقى مربوط ب بداتا واحده او بموديل واحد عليه كل الانفورميشن اللي موجوده عندي في المشروع. بعد ما بقى اخلص الفابريكيشن بتبقى الحاجات دي ريدي تو بي اريكتد، جاهزه انها تنزل تتركب في الموقع. زي ما احنا شايفين تيوبس ملحومه، الحاجات دي بتبقى محتاجه كواليتي عاليه في الورشه، ومحتاجه دقه في الموديلنج طبعا. شكل الاسمبلز اللي موجوده عندي في الورشه وهيطلع يتركب، معروف هيتركب فين، هيتركب امتى، ومين اللي هيبعته، ومين اللي هيركبه، وهكذا. تمام، الستادز هنا عندي ده هيكون في مشروع فيه كونكريت و و و وستيل، هتركب في كور. ف
يعني الموضوع بيبقى زي ما قلت، بيبقى الديسيبلينز مختلفة بتخش فيه، أو الستراكشر سيستمز المختلفة، بكل واحد بيبقى ليهم كونتراكتور مختلف عشان أكنترول الموضوع ده كله بيبقى مظبوط ومفيش مشاكل ويوصل أون تايم، وأقدر أعمل كده عن طريق البيم. أنا كده خلاص وصلت لمرحلة الفابريكيشن وخلصتها، كمان فاضل بس إن أنا أروح لمرحلة الكونستراكشن ستيج، بيكون فيها بقى الناس بتوع السايت السيفل انجينيرز بيقدروا يعملوا اكسس للبيم موديل، تمام. ولو هم محتاجين اي داتا زي ما قلت، انه ممكن يعرف ان البروفايل ده او القطاع ده هيجي له امتى من الورشه وهيخلص امتى، لا لسه ما خلص، تمام، هيبتدي يستلمه، مين اللي هيجي يوم ايه بالظبط، وبيبتدي كل الداتا اللي احنا عملنا البلاننج والسيناريوز اللي عملناها بتاعت الكونستراكشن، كل ده موجود، هو بيقدر ياكسس، يعمل اكسس على الموديل ده، تمام، ويبتدي بعد كده ايه ان هو يطلع كل الداتا دي. ولو حصل موديفيكيشن، ليه بقول اف اني، يعني لو حصل، لان احنا المفروض خلاص عاملين كل السيناريوز المحتمله وصلنا لاحسن حاجه، فالمفروض خلاص تمام. لكن المشاكل اللي ممكن تحصل ممكن تكون مشاكل جايه من الموقع او خارجه عن ارادتنا، يعني مثلا احيانا بتبقى ظروف الويذر كونديشن، مثلا مش فكت الحاجه يحصل لها اريكشن النهارده فما ينفعش، تمام، او في لاك اوف ماتيريال، بس ايا كان السبب كل الكلام ده، طب انا بقى برجع واتصل واعمل وابعت ايميل؟ لا خلاص، انا برفلكت كل الداتا دي على الموديل بتاعي، في نفس الوقت بتوصل لاي حد يقدر يعمل اكسس على الموديل، من التوب مانجمنت، من الكونسلتنت، من المين كونتراكتور، سب كونتراكتور، اي حد يقدر او ليه اكسس ان هو يشوف الداتا دي هيقدر يشوفها في نفس اللحظه اللي حصل فيها موديفيكيشن من الناس اللي في السايت. اغلب البرامج دلوقتي بتكون يعني احنا زي تريمبل كونكت ده، بيكون اقدر ان انا اشغله من خلال البي سيز، تابلتس، وموبايلز، تمام. ده بتدي موبيليتي للناس، طبعا الحاجات دي بتبقى يعني مش لازم انا اكون عندي اصلا السوفت وير، يعني انا عامله بتكه، مش لازم يكون عندي انستول على اي حاجه من اللي احنا شايفينها، سواء كانت البي سي او ايا كان، تمام. مجرد ان انا باكسس زي ما قلت من شويه، يا اما بعدل حاجه، يا اما بشوف انفورميشن، ناس توب مانجمنت عايز اعرف انفورميشن، كميات، تواريخ، الكلام ده كله بيقدر ياكسس حتى من الموبايل فون بتاعه. وزي ما احنا شايفين هنا في السايت بيبتدوا يستخدموه. وطبعا في حاجات تانية ان انا بدخل معاه كمان الـ Virtual Reality والـ Augmented Reality والكلام ده كله، بقدر برضو ان انا ادخله معايا في القصه دي يعني، تمام. بعد ما بيعمل اكسس، هو لو عايز يعدل في المشروع، تمام، او يعدل قصدي زي ما قلت، بيحط اي داتا معينه، ببتدي ايه ان انا اعدلها بسهوله. هنا برضو زي ما شايفين المشروع موجود قدامه على التابلتس، متقسم كل الداتا بحيث ان احنا في الاخر نوصل للشكل اللي احنا عايزينه قدامنا ده. هنا ده الشكل اثناء مرحله الكونستراكشن، بالظبط نفس اللي كان موجود في الموديل. هشوفوا الموضوع قد ايه كومبلكس، على ارتفاعات عاليه، ده الستيل، بعد كده تركب الكونكريت، كل الكلام ده ازاي ان انا اعمله مانجمنت من الاول عشان اوصل للشكل اللي احنا شايفينه. الموضوع معقد، يمكن احد برامج، احد يعني فوائد البيم ان انا بقدر اعمل الموضوع ده شكل زي ده. تخيلوا، زي ما قلت لكم، انا بصراحه مش متخيل ان انا اعمل حاجه زي كده بدون ما اكون مريت بالمراحل اللي احنا قلناها، و وبالشكل يعني معالجة المشاكل من قبل ما تبدأ وهكذا. طيب، وده اللي هو فيوتشر ميوزيوم أثناء مرحلة
الكونستراكشن زي ما انتم شايفين في حاجات هنا موجودة temporary تسند عبر ما ده يخلص، وبعد كده تتشال تاور كرينز دي مع مكانها فين، كاباسيتيز بتاعت حاجات جوه برضو ما تكونش باينة. وكل الكلام ده كان حصل له بلانينج زي ما شفنا من شوية، وابتدى كل اللي موجود قدامي ده يتنفذ من أول يوم في المشروع according طبقا لي خطة أنا كنت أريد أعملها وعارف كل مشاكلي ومعالجها تمام، بحيث إن أنا زي ما قلت لو ما حصلتش ظروف خارجة عن إرادتي تبع الموقع مش جاية من ديزاين أو كوردينيشن أو تمام، بحيث إن أنا ممكن كمان أقدر إيه إن أنا أعالجها. لكن لو ما حصلتش أي حاجة فأنا شغال وتمام as planned بالظبط. وكل بقى الكلام اللي فات ده والرحله بتاعتنا في البروجكت لايف سايكل كستراكشرال انجينيرز من البدايه للنهايه تمام، البنفيتس اللي هتقعد عليها بيم بنفيتس حقيقي كبيره جدا يعني تمام. انا بقدر اعمل كوردينيشن بشكل كبير زي ما شفنا، فده اقدر كمان ممكن ان انا اعمل دليفري للبروجكت بتاعي قبل المشروع قبل التواريخ او حتى في نفس التواريخ تمام. طبعا زي ما قلت لو ما حصلتش اي ظروف خارجه يعني عن ارادتي، حتى لو كده اقدر ان انا احسب الداتا والوقت اللي انا محتاجه تمام. بعمل فيرتشوال سيميليشن، ده بينتج عنه ان انا زي ما شفنا ان انا بعمل كواليتي عالي جدا جدا، بعمل البلان بتاعتي زي ما هي متخطط لها في الكمبيوتر بتاعي او في المكتب تمام، بعمله بالظبط هي اللي موجوده في المشروع تمام. بعمل فيرتشوال مودلز، بيحصل لي ان انا اقدر ديتكت او ان انا الاحظ الكونفليكتس والايرورز والايشوز اللي هتطلع، سواء كنت انا ستراكشرال على نفس التريد او على تريدز ثانيه بدري جدا في المراحل الاولانيه في المشروع تمام. بقدر اعمل كولابوريشن ما بين الديسيبلينز وبعضها، او ما بين حتى المين كونتراكتورز والسب كونتراكتورز في كل ديسيبلين تمام. الداتا عندي ما بيحصلهاش لوس، بتكون موجوده عندي على موديل واحد الناس بتقدر تاكسس عليها، زي قلت من توب مانجمنت لحد الناس الموجوده في السايت تمام. مفيش تشينج اوردرز، لان انا عارف المشاكل بتاعتي، سواء لو انا كنت بعمل المشروع بعمله بيدنج في الاول، او لو انا كمان ككونتراكتور عايز اسعر المشروع، فكل الداتا بتبقى عندي من الاول تمام. والكواليتي بتاعه الداتا بتكون يعني بتكون عاليه جدا، ومفيش اكسيدنتس عندي في الجوب سايتس نتيجه للكونستراكشن سيكونز اللي انا عاملها، والفول كنترول على المشروع بتاعي من اول يوم ابتديت انزل فيه في الموقع. احنا كده شفنا ان البيم انفولفد في الهول ستراكشرال ورك فلو، كل الستراكشر ورك فلو من اول مرحله الديزاين مرورا بالديتيلينج والفابريكيشن الى الاخر خالص ان احنا عملنا الكونستراكشن فيز او الاريكشن فيز، وده اللي بيبقى عايزينه في اي مشروع ستيل من اول مرحله الديزاين لحد مرحله الاريكشن. الحقيقه انا دايما كل ما بشوف المشروعات اللي احنا شفناها الكبيره دي دايما بتساءل، هو ازاي المشروعات اللي احنا شفناها قدامنا دي كانت هتتعمل بدون استخدام بيم. اشكركم جدا، سعيد بالتواجد معاكم، شيء يشرفني. كرر شكري مره تانيه لبيم اريبيا مهندس عمر سليم على الدعوه دي، وشكرا لكل الحضور، شكرا للمهندس محمد اشرف على مجهوده بصراحه في التنسيق لكل المحاضرات وكل الفعاليات دي، مجهود كبير. واشكركم مره تانيه، وانا مستعد لو حد عنده اي سؤال انا تحت. شكرا حضرتك باشمهندس مصطفى، جزاكم الله كل خير. معنا باشمهندس اسامه العزازي، اتفضل باشمهندس اسامه. السلام عليكم.
عليكم وعليكم السلام، السلام باشمهندس، السلام على عليكم حضرتك. مصطفى، جزاكم الله خيرا. الله يخليك يا باشمهندس أسامة، شكرا لحضرتك جدا. الله يخليك. بس انا كان عندي بس كام سؤال كده. اتفضل حضرتك. طبعا اول سؤال، دلوقتي مثلا لو انا عندي شغل الخرسانه مثلا معمول على الريفت تمام وشغل الستيل معمول على التكله، تمام وعايز اوديهم عشان اعمل لهم كوردينيشن وكلاش ديتكشن، تمام لا فلنفترض مثلا ان لو الكلاينت عايز يشوف المشروع وهو جميل. في مرحله الكوردينيشن، هو مثلا ما عندوش السوفت وير بتاع النيفز ووركس مثلا، هل ممكن ان احنا نودي المشروع بتاع ريفت والمشروع بتاع التكله الاثنين يتعمل لهم كوردينيشن على التكله بيم سايت؟ ممكن تريمبل كونكت ممكن. تمام، هو ممكن لو هو الراجل عايز، يعني الكلاينت عايز يشوف المشروع، في دايما بتبقى نسخ فري من البرامج اللي هي بتاعت اللي هو نيفز الكوردينيشن وركس دي. فريدم، نعم زي نيفز وركس فريدم على ما اظن. بالظبط، بيقدر بيقدر يجمع المودلز دي، الاي اف سي مودلز. تمام، ويبتدي هو يشوف الموضوع ده. وفي تريمبل كونكت، في نسخه منه فري، في نسخه منه بتبقى بقى يعني اعلى شويه، ممكن يبقى فيها كلاش ديتكشن. تمام، سوليبري برضو نفس الموضوع. فكل البرامج دي بتقدر انك يكون عندك نسخ منها فري، بحيث انك لو عايز تعمل فيور بس لحد بتشوفه، تشوف الديفرنت مودلز دي موجوده عنده، ويقدر يعمل حاجه زي كده. طب على البرامج اللي حضرتك اتكلمت فيها دي بيعملوا فيوينج وبيعملوا ماركابس عليها برضو؟ اللي هي زي حاجه زي بيم كولاب وبيم تراك وكده. اه بالظبط، بيقدر هو يعمل، بيعمل مانجمنت للايشوز دي، ممكن بيعمل سكرين شوتس وسناب شوتس، ويقدر يقول لك المشكله دي فين، ويأساين المشكله دي كمان لحد ويبعتها له بالايميل وهكذا، ويقول له كمان ايه النوع بتاعها يعني. تمام. طيب سؤال تاني، اتفضل. بالنسبة للشغل بتاع الستيل ستراكشر على برنامج الريفت، هل في مشاريع كبيرة طلعت بالريفت مشاريع ستيل؟ لأن أنا يعني أنا خلينا عارف إن نقول هو الادفانس ستيل بقى، يعني لو مثلا كده انا شفت في مشاريع يعني كويسه، ناس عاملين مشاريع اندستريال. لان يعني بص، هو الستيل ستراكشرز يعني انواعه كتيره جدا. تمام، في اندستريال، ريزيدنشال، زي ما احنا شايفين الهاي بابريك رايز، كوميرشال. بالظبط كل الحاجات دي، مولز، سبورت فاسيليتيز، كل الحاجات دي. ففي برامج بتبقى متميزه في حاجات معينه. لو انا مثلا بشتغل في الاندستريال، انا ممكن ما اجيبش برنامج قوي في كل حاجه، اجيب برنامج يكون مثلا يؤدي الغرض في الاندستريال. تمام، تمام لكن لو في الموضوع الادفانس ستيل، انا شفت لا، ناس عاملين شغل قوي بيه. تمام، بليت وورك برضو عاملين، ده من بليت وورك، ده بيكون من اصعب الحاجات اللي بتبقى موجوده في الستيل ستراكشرز يعني، او من الحاجات الغلسه بصراحه. تمام، لا ناس عاملين بيه شغل تمام يعني. لكن مش وعلى بالريفت. فكره بص، انا يعني انا مش شغال بكده، فانا مش عارف هل هم بيبتدوا مثلا، يبتدوا يعملوا الموديل بريفت وينقلوه للادفانس ستيل، ولا لا بيبتدوا فروم سكراتش والادفانس ستيل. يا ريت لو في حد من الموجودين شغال في الادفانس ستيل يعني يقول لنا. بس هي الفكره كلها، انا شفت يعني حاجات طالعه ديتيلينج تمام بالادفانس ستيل وتمام يعني. تمام. طب سؤال تاني بس من فضلك، برنامج اللي هو الايديا ستاتيكا او تمام برنامج الاستاد، تمام هل ايا كانت الفيرجن بيعملوا كونكت على طول مع الفيرجنات الجديده اللي نزلت، يعني تكلا 2020 وريفيت هو 2021؟ مفترض ان هو كل ما بتنزل فيرجن، الديفلوبرز بيعملوا لينك، بيعملوا ابديت لللينك دي على حسب الفيرجنز الجديده، لو هي اختلفت او لا، وممكن يقول لك استخدم اللي فاتت عادي ما فيش اختلاف فيها وهكذا. فدي بتبقى على حسب الديفلوبمنت اللي ما بين التو سوفت وير، الناس اللي ماسكه الموضوع ده. يعني ممكن اقول لك مثلا فيرجن 1 الاي دي اس كده بيشتغل لحد مثلا تكلا 2017 مثلا يعني. تمام، نزل زي ما حضرتك بتقول 18 19، هل انا محتاج يعمل تاني؟ فلو انا هم بيطوروا الموضوع ده على طول، اذن جهاز ان هو بيحتاج التغيير ده. تمام. طيب معلش بس سؤال تاني، معلش اتفضل سؤال حضرتك. تفكير شويه. الله يخليك. هو برنامج اللي هو سلوبري، اللي هو سلوبري موديل تشيكر، تمام. ده برنامج 6 دي ولا كلاش ديتكشن برضو؟ لا كلاش ديتكشن هو الاثنين موجودين فيه. انا ما استخدموش بصراحه في الست دي، فمش مش هقدر افيدك في حاجه زي كده. بس اللي انا عارفه ان هو برضو في نسخه اللي هي الفيور دي ما بتعملش كلاش ديتكشن. الموديل فيور.
تمام. وفي نسخ اللي هي بلايسنس بتكون بيقدر يعمل كراش ديتكشن، والكراش ديتكشن بتاعه سمارت فعلا، وبيقدر يديتكت حاجات برضو بشكل قوي ما بين التريدز وبعضها يعني. تمام، شكرا جدا لحضرتك، جزاكم الله خيرا، واسف على الاطاله. السلام عليكم باشمهندس مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مراحل المشروع راح. صوت حضرتك راح. اي عفوا. ومررنا اخذنا برحله بعبر مراحل المشروع، يعني زادت من عمليه الفهم من البدايه للنهايه. الله يعطيك العافيه. شكرا جدا لحضرتك. طيب سؤالي، انا جاي من قطاع كونستراكشن مانجمنت. تمام. وانا الدكتوراه تبعي باللين كونستراكشن. هلا انت نوهت شوي على اللاست بلانر وعلى اللين. تمام. ميثود. يا ونحن عندنا الكونسبت الاساسي باللين هو اليمينيت الويست مشان نعمل ريديوس للكوست. جميل. واحد منهم يعني وكثير مهم هو بالويست اللي عندنا هو الريورك، يلي نحن هلا بنقدر بهالتكنولوجيا اذا بدنا نسميها او بالبروسيس ان نتفادى كثير من عمليه الاعاده او تصير بشكل اوتوماتيكي مثل ما هلا انت حضرتك عرضت. بالضبط مزبوط. او حتى عنا عدم الاستفاده من تكنولوجيا او امكانيات معينه هي بحد ذاتها شكل من اشكال الويست الهدف. صح. بس هلا انا سؤالي يعني عبر مسيرتك المهنيه المشرفه ما شاء الله من 2007 ل 2020 عندك 13 سنه خرجك تعمل شويه مقارنه. هل هلا تطبيق البيم بهيك مجال بالديزاين عمل شيء ريديوس للكوست تبع البروجكت؟ تقدر انت بتقول انه يعني بتعمل لنا كونفرميشن انه صار مثلا الديزاينر الكوست تبعه تكون ارخص بالنسبه للاونر، ولا الى الان بيقول انا عم بستخدم تولز كويسه وغاليه وبرامج غاليه بضل الكوست تبعه اعلى؟ ممكن تفيدنا بهالناحيه؟ هو موضوع الكوست بالنسبه للاونر يعني هو بيقارن ما بين انه هو لو نفترض ان الديزاينر او الكونتراكتور بياخد مثلا فلوس اكتر، فهو بيقارن نتيجه زي ما حضرتك قلت كده ان التكنولوجيا الحديثه اللي بيستخدمها، بيقارن هل هو كان مبالغ في طلب الكوست دي مقابل الكوست اللي كانت هتحصل له في الوقت والهدر بتاع الماتيريال والكلام ده كله. تمام. اغلب الظن بيكون ان الاونر بيتجه المفروض هو شاف الفاليو دي، هو اصلا يعني عنده الانتنشن ان هو يستخدم حاجات زي كده وشاف ومؤمن بالفاليو دي، ان هو اكيد هيكون انه يستخدم التولز دي، لان اكيد توقف المشاريع وخاصه لو كانت كوميرشال بيحملها تكاليف تانية. تمام. مش تكاليف الاداره بتاعتها يعني، ده بيكون في حساب وفي دماغ الاونر، حاجه زي الفنادق والكلام ده كله. تمام. وطبعا كل ما بتكون فنادق يعني لوكسجري بتاعها اكبر، فهو بيكون مستني العائد بتاعها بسرعه، بيبقى كل الكلام ده بيبقى درسه في حساباته. تمام. وبيقارنه بالتكلفه اللي هو المطلوبه من الديزاينر والكونتراكتور وما الى ذلك. تمام. اكيد بتكون اقل يعني من اللي هو هيتكبده في حال توقف المشروع لاي سبب كان، غلطه بقى في الديزاين والكوردينيشن والحاجات دي كده كلها، ودي كده هدر في الماتيريال. وبعد كده كمان هيكون بيحسبها بحسابات تانية اللي هي حسابات زي ما تحرك التشغيل. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. طيب في سؤال لحضرتك برضو، الفرق بين البلاننج اند سكادولينج؟ هو يعني الاثنين واحد. انا بعمل بلاننج سواء الاكتيفيتيز بشوف مين قبل مين، وهي البلاننج العادي اللي هو نفس فكره حتى البروماجيرا وكده، لكن اللي انا كنت اقصد عليه ان انا بعمل سيكونس للكونستراكشن. يعني انا بقول مثلا ان انا هنفذ مجموعه الاعمده دي تمام مع الكاميرات دي، ده كده بدايه السيكونس. طب الكاميرات دي خاصه يعني في الستيل محتاجه كرين يرفعها، طب هل الكرين ده هيقدر يرفع السيكونس اللي انا افترضته ولا لا؟ لو هو تمام يبقى انا البلان اللي انا مشيت فيه مظبوط، بخش في الستيب اللي بعدها واللي بعدها وهكذا. تمام. طب لو البلان الاولانيه دي اصلا غلط عندي، تمام، ما عنديش الاكوبمنت ومش هقدر اوفرها،
فببتدي ارجع اعدل، بقول لا انا مثلا اما اعدل في الكميات اللي انا هحطها في السيكونس الاولاني، او اعدل في شكل اصلا الكونكشنز وشكل الممبر. تمام، فهم الاثنين يعني مع بعض. تمام، لازم يكون عندي موديل اعمل عليه بلان للمجموعه من الممبرز، والبلان والمجموعه دي من الممبرز دي ان انا بعمل عليه الكونستراكشن سيكونس. الله يكرمك. طيب الفرق بين اللينكينج اند انتجريشن؟ هو لا الاثنين واحد. هو الفرق ما بين اللينك والاكسبورت، اللينك هو بيبقى زي ما احنا شفنا كده لايف لينك، يعني انا بعمل نفترض مثلا تكلا والستاتز اللي احنا شفناه في الفيديو، فانا بعدل في واحد فيهم والتعديل بينعكس على طول ويظهر لي في البرنامج التاني. تمام، لكن الاكسبورت كاني باخد كده سيف از من الموديل. تمام، طب هل كل البرامج فيها لينك بينها وبين بعضها؟ لا مش شرط، بس بقدر ان انا اكسبورت من برنامج للتاني. دي بتبقى بقى على حسب زي ما قلت كمان شويه الديفلوبرز بتاع البرنامجين، هل هم قعدوا شافوا ان هو لا في يوزرز كتير بتستخدم الورك فلو بتاعهم، ما تيجي نعمل لينك احسن ما نعمل اكسبورت وهكذا. الله يكرم سيدي. طيب في سؤال برضو، الى اي مدى يتم استخدام السوفت وير في ماكينات تصنيع الستيل؟ لا في مدى كبير، يعني هو السي ان سي ماشينز بتستخدم في كل البروفايل، سواء الهوت رولد والبليتس وكمان اللي هي التيوبس. تمام، وفي كمان نوع تكنولوجي اعلى شويه اللي هو لو انا عندي حاجات شكلها اللي هو روبوتك ماشينز، دي بيبقى عندي حاجات شكلها مش القطع بتاعها مش طبيعي، فبقدر برضو اطلع من خلال الموديل بتاعي اكستنشن خاص بيهم بحيث ان هم برضو يقروه وينفذوه. لو حضرتك بتسال سؤال عام، لا هو تقدر يعني لمدى بعيد. هي الفكره كلها، هل انا مثلا المشروع اللي انا فيه او الشركه اللي انا فيه بتوفر قد ايه من الماشينز دي، هل كله مانوال ولا في جزء وجزء، ولا كله اوتوميتد، ولا كله اوتوميتد بشكل عالي وهكذا. بس هي يعني ان جنرال لا يعني داخله في كل حاجه. طيب في سؤال بيقول، انا كمستخدم للريفت سوفت وير مع التكنولوجيا ده اللي هي نيو ستيل بانل اديشنال، هل لازم استخدم تكلا ببرامج في مشاريع بنفس التعيد دوت، ولا ينفع ريفت كافي؟ الحقيقة ما اعرفش الاكستنشن الجديد ده، فمش حاضر يعني ارد بشكل يعني اكريت بصراحة. بس هي الفكرة كلها يعني الاوتبوت من كل برامج واحد. لو حضرتك اهم حاجة تبقى عارف ايه الاوتبوت اللي انت عايزه لما تيجي تستخدم اي برنامج. تمام، وصلت ان البرنامج ده هيكون بيطلع الاوتبوت بتاعك، خلاص يبقى ده ذاتس اوكي. زي ما قلت من شوية ان انا عندي برامج كتير في الماركت، في برنامج مثلا ب1000 وفي برنامج ب100000، ليه ان انا اروح للبرنامج ب100000 لو انا عايز اصلا اطلع شغل يكفي اللي هو اللي ب1000؟ تمام، فالفكره كلها مين اللي هيحدد الموضوع ده؟ الموضوع ان انا عارف الاوتبوت بتاعي ايه كانجينيرنج يعني. تمام، طيب هشوف البرنامج اكس واشوف البرنامج واي واشوف البرنامج زد، اللي هينفذ لي فيهم الاوتبوت بتاعي ويكون مناسب للامكانيات بتاعتي، او انا اكون انا عارفه اصلا خلاص اويل يعني بروسيد يعني. ده على المستوى يعني لو انا بتكلم كشركه او كده، لكن لو انا بتكلم كانديفيدوال اهم حاجه عندك تبقى عارف طبعا الكونسبت ده 100%، هو ده اللي هيخليك تتحرك بشكل قوي زي ما قلت وشكل فعال. البرامج كلها ماشيه بنفس الكونسبت اللي حضرتك عارفه كانجينير كونسبت، مجرد معرفتك ببرنامج واحد تمام هتخليك وتفهم البرنامج ايه هو، هتخليك تمشي في البرامج. يعني لو انت كيوزر بعد ما تتقن برنامج تماما، يفضل تزود فرصك في العمل كل يعني والمعرفه كل ما اتاحت لك الفرصه لذلك. طب هل ممكن الربط بين تكلا وتوديسك بالصيغه الموحده اللي هي الاي اف سي، ولا هيبقى فيه كسوف؟ ريفت فيه، وتكلا كمان فيه الجديد ان انا ممكن اكسبورت الموديل بتاعي ار في تي اكستنشن. تمام، مهندس اسامه عندك سؤال؟
اه معلش بس يعني في كذا سؤال كده. بالنسبه اللي هو برنامج جيزا سي اللي حضرتك اتكلمت عليه، تمام. هل ده برنامج ديزاين ولا برنامج دي هيلينج؟ برنامج ديزاين للكونكشنز زي ايديا استاتيكا وكده يعني. زي ايديا استاتيكا، زي اللينكون، وزي بس هو زي ايديا، لان هما الاثنين تحس ان هما يعني هما داخلين في البيم اكتر، هما داخلين في اللينك ما بينهم وبين برامج بتاعت البيم سوفت وير اوفرنج تولز اكتر يعني. تمام. يمكن تظل المشكله اللي بتقابلنا دايما اللي هو موضوع الكودز المستخدمه فيها، بيبقى في الامريكان كودز والبريتش واليوروب. ممكن موضوع الكود المصري مش يعني مش موجود يعني. تمام. بس يعني اقول لحضرتك حاجه، انت ممكن برضو في تستخدم يعني في بعض الكونكشنز في تكلا بقدر ان انا اربط بينها وبين اكسترنال اكسل شيت. تمام. بحيث ان انا اخدت الستريننج اكشنز بتبقى موجوده عندي في البرنامج، واقدر ان انا اعملها اكسبورت، هرن الاكسل شيت بتاعي. تمام. اشوف واعمل التشيك بتاعي بالمعدلات بقى اللي انا عاملها طبعا الكود اللي انا بستخدمه لو في الحاله بتاعتنا يكون مصري، وبعد كده ارجع اشوف يشوف بقى الكونكشن دي هل معمول لها، هل سيف ولا ان سيف وكده. تمام. طيب بالنسبه احنا بنامل يعني الناس يعني ان شاء الله زي ما في محاضرات بروجرامنج هنا في تمام اريبيا متوفره، يعني نامل ان شاء الله بعد يعني سنه ولا اتنين يبقى احنا نقدر نعمل رب يعني سوفت وير كده بنفس الفكره، ندخل فيه الكود بتاعنا او نعمل ادونز لاي حاجه يعني احنا ندخل فيها الكود بتاعنا يا ريت والله نحل المشكله دي كلها. اتفضل. طيب في برنامج نزل على اللينكد ان بقاله فتره اسمه بارابيل، لو حضرتك سمعت عنه، ده بيتكلم برضو في الستيل ديتيلنج 3 دي، حضرتك سمعت عنه قبل كده؟ لا بصراحه. سمعت عليه؟ لا. ده موجود في الماركت في حاجات كتير فعلا، وممكن تلاقيه مثلا وخاصة في برامج يعني ممكن مش مشهورة عندنا بس بتبقى في يوروب مشهورة لأن بيستخدموها بنفس الفكر بتاعهم وهكذا يعني. تمام. فلو استأذنك حضرتك تبعتهولي لينك ليه كده نشوف ممكن. تمام. أنا في لينك مع حضرتك ممكن أبعتهولك. تمام يا ريت. تمام. تمام. طيب لو عايز أتعلم حتة ال 4D وال 5D تمام ويكون البدايه بتاعتي من التكلا، هل في مثلا في كورس اونلاين موجود متاح او ريفرنس ممكن ارجع له في الموضوع ده؟ في ريفرنس لحضرتك، عملت اكونت على trimble.com trimble identity يعني. في متاح انك تنزل بي دي اف متاح اصلا ان احنا ننزل تكلا ستراكشرز educational license. تمام. تمام. فيها الفول فيتشرز لمده معينه. تمام. اعتقد 4 شهور. وكمان في دوكيومنتيشن للموضوع اللي هو المانجمنت. تمام. اوكي انا ممكن اتواصل مع حضرتك برضو فيه لو. تمام. تمام. طيب اخر حاجه بالنسبه لحته الاوتوميشن والديفلوبمنت اللي بتبقى على برنامج التكلا، من وجهه نظر حضرتك هل استخدام السي شارب هو اللي بيسرع الشغل، ولا لو انا اتعاملت بموضوع الفيجوال بروجرامنج ان انا استخدم برنامج الجراس هوبر ان هو يسرع الشغل في التكلا، من وجهه نظرك انهي الاحسن؟ انا من وجهه نظري ان انا اعرف البرنامج اصلا ايه الامكانيات بتاعته. تمام. واكون يعني ممكن تماما ان انا اللي هعمله بالموضوع ده اللي هيسرع لي الشغل فعلا. تمام. دي اول خطوه يعني. فكره ممكن في ناس بتحب تروح انا طب انا هعمل داينامو، طب انا هعمل جراس هوبر، تمام، طب انا هعمل مش عارف بروجرامنج، ده جميل طبعا. تمام. ولكن ما جيش ان انا بعد يعني مخلصت ده عشان اسرع الشغل يكون اصلا انا في اوريدي مثلا بلجن موجوده اصلا او في حاجه موجوده في البرنامج وانا ما كنتش عارفها نتيجه ان انا ما اتعمقتش بشكل كافي. فدي اول خطوه. تاني حاجه الجراس هوبر بيتعمل في الموديلنج والكلام ده كله. تمام. السي شارب يعني انا على حد معرفتي يعني ان الجراس هوبر ممكن ما عملش بيه كونكشنز بس. تمام. على حد معرفتي، ما اعرفش لو انا بس انا شفت له فيديوهات على اليوتيوب بيعمل كونكشنز. خلاص يبقى كده، يبقى تمام، يبقى انا ما يعني ما كنتش اوير بالحته دي. لو هو بيعمل الكونكشنز
كحته كاستمايز هتكون طبعا احسن ان احنا بستخدمها. تمام، كان دايما بقول موضوع برضو حتى ان انا في تكلا تحديدا، يعني اللي هو موضوع ان انا اعمل الكومبوننت او الكونكشنز بتاعتي بالبروجرامينج لازم اعديه بمرحلتين، ان هو يكون عندي الكاستم كومبوننت اللي هي العاديه، وبعد كده الانتليجنت لو كل ده مش نافع ان انا اعمله بايه بالبروجرامينج. فهو معرفه البروجرامينج اكيد في حد ذاتها حلو، هتجيب لك حلول تمام، لكن عارف انت لو انت عايز تعملها لحاجه هي اوريدي موجوده فانت كده ايه ممكن مثلا ضيعت وقت على الاقل في المرحله دي. تمام، اكيد كده انت كده اتعلمت بروجرامينج مفيش مشاكل. بس فيعني حاول تبقى الاول ان احنا نعدي مرحله ان اتعمق في البرنامج بشكل كافي، خليني اعرف افهمه واعرف ايه اللي جواه بشكل حتى 70-80%. تمام، اتليست، وبعد كده ابتدي اقرر ان انا اروح الليفل اللي بعد كده. تمام ماشي، شكرا جدا يا باشمهندس وجزاك الله خيرا. الله يخليك، شكرا. الله يكرمك يا باشمهندس. هو في سؤالين في الاخر، وبعد كده ان شاء الله ممكن نشغل الكاميرا بحيث ناخد لقطه جماعيه للناس اللي عايزه تشغل الكاميرا ان شاء الله كصوره تذكاريه يعني. طيب في سؤال بيقول هل استخدام ابلكيشن بستيكلا وجيزا داخل الريفت يكفي لعمل اعمال الستيل، وان تم عمل الستيل ببرنامج منفصل عن الريفت ازاي اقدر اظهره في الريفت عشان يظهر في المعماري؟ لا معلش، واحده. لو انا عندي الاول ابلكيشن زي تيكلا كده وعملنا بيه الموديل ازاي نظهره جوه المعماري؟ جوه المعماري اي اف سي، لو انا عايز انقل البرنامج اسف انقل الموديل لجوه ريفت هقدر اعمل اي اف سي، وزي ما قلت من شويه ان الفيرجنز الحديثه فيها اكسبورت ار في تي. تمام، ايه تاني السؤال اللي كان فيه؟ شكرا. هل دقه الموديل في التجله هتاثر لو تم استخدام ملف التحليل الانشائي الساب كريفرنس موديل؟ هو انت عشان اصلا يعني هتستخدمه كريفرنس موديل وتبني عليه الموديل بتاعك. تمام، هي القصه كلها على حسب جوده الموديل، لان في نقطه البرامج الاناليسيس ستراكشر اناليسيس انا ممكن يعني عشان اوصل نود ببعض ان انا بتتعامل بالريفرنس لاين. تمام، فممكن يكون مثلا لما تيجي بحط ستراكشر سيستم بغير بحرك عمود ولا حاجه هو مكانه متحرك شويه عن ما هو موجود في الديزاين روم عشان اقدر ايه ان انا اعمل الستراكشر الاناليسيس موديل بتاعي، فهاخد بالي بس من النقطه دي يعني. تمام. طب في المهندس كمال الدين مصطفى عنده سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بزحك وعندي سؤالين. اولا لو انا عندي المبنى جزء منه رصانه وجزء ستيل، تمام، هل ده كله ينفع انه يتعمل بموديل تيكلا ولا التيكلا اساسا بيبقى اورينتد للستيل اكتر؟ هو تيكلا يعني الفكره دي متاخد عنه ان هو ستيل فقط، يمكن من زمان خالص كان اسمه اكس ستيل. تمام، لكن هو بيعمل ستيل وكونكريت بري كاست وكونكريت كاستم بليس اللي هو بتاعتنا بالظبط عادي بالريبار بكل حاجه، وحضرتك تقدر تعمل الاثنين في موديل واحد عادي. يعني انا مثلا حضرتك لما عرضت الجزئيه في اللي هي فيها ان في الانكور بولز، طيب انا عايز اعمل القواعد الخرسانه كل ده كان في كل ده كان طالع من موديل تيكلا، القواعد خرسانه بالتسليح بتاعها بالجريد بيمز كل ده موجود في موديل واحد. والموضوع يعني تيكلا اقدر اشتغل بيه خرسانه وستيل، خرسانه وستيل بالريبار بتاعهم بنفس الفكر بتاعنا. يمكن احنا الحمد لله كنا في المكتب ريسولر يعني كنت شغال فيه. تمام، كنا ابتدينا ان احنا طبعا زمايلي كلهم كانوا موجودين يعني في الموضوع ده، ان احنا كلنا بنعمل فكر ديفلوبمنت لفكر الكاستم بليس يعني. لكن مش محتاج برنامج تاني بقى مساعد معاه؟ لا انا مش يعني لو انا بتكلم مش محتاج تاني برنامج تاني مساعد، ولكن برضو يعني في المشاريع اللي هي دايما باللي بيحددها يعني لو انا مثلا شغال في شركه ستيل بس هجيب كونتراكتور تاني او سب كونتراكتور تاني ان هو يعمل ايه يعمل الكونكريت ووركس. لكن لو حضرتك بتتكلم انا واحد عايز اعمل الاثنين، لا هعمل الاثنين عادي جدا في نفس الموديل. من خلال تيكلا بس؟ بالظبط. طيب حاجه تانية برضه حضرتك، هل دلوقتي تيكلا يعتبر
اقدر اعمل بيه موديل 3 دي ولا 4 دي ولا 5 ولا 6 ولا 7 دي. جميل. تكلا لحد حدود لغايه فين؟ 4 دي. يعني انا بعمل 3 دي وبطلع طبعا الاوتبوت بتاع 2 دي الدروينجز والكوانتيتي سيرفينج، واقدر احط التايم عليه، سواء ان انا اقدر اعمل اكتيفيتيز جوه البرنامج اعملها كريت او انا جوه تكلا بالظبط. يعني ممكن ما احتاجش ان انا اخد الداتا اوديها البرنامج تاني عشان اعمل 4 دي لحد ال 4 دي بس. لكن هو ما فيهوش 5 دي. 5 دي بقى فيه سينكرونيفس ووركس وفي فيكو سوفت وير وكده. لكن حد ممكن حتى لو انا عندي السكادول عندي الاكتيفيتيز يعني موجوده كبريمافيرا او مايكروسوفت بروجكت، اقدر ادخلها جوه تكلا يعني، واساين الاكتيفيتيز دي على الممبرز او الاوبجكتس اللي عندي في الموقع. طب ما هو انا طالما ان انا تكلا يقدر يعمل لي 4 دي يبقى انا مش محتاج بريمافيرا، مش كده ولا ايه؟ على ما ده لو بص حضرتك، ما هو دايما انت بتبقى بتروح على حسب السيناريو اللي موجود اللي عندك. لو انا هبتدي فروم سكراتش كل حاجه لوحدي ماشي. لكن نفترض ان في شركه ثانيه اصلا هي اللي عامله ماسكه موضوع البلاننج ده. لا انا بفترض لوحدي اقدر تقدر حضرتك تعمل تكريت الاكتيفيتيز بقى، تعمل كريت الاكتيفيتيز. مظبوط. يعني في تكلا في امكانيه ان انا اعمل اكتيفيتيز كما لو كنت شغال بريمافيرا. بالظبط موجود. تمام. وبالتالي يبقى كله جوه نفس البرنامج تكلا واشتغل بيه، لكن انا زي ما حضرتك قلت اخره 4 دي. مظبوط. لا ما بيعملش 4 دي. مظبوط مظبوط. طيب يبقى كده حضرتك. طب سؤال معلش ثاني برضه، هل هو كفاءته في الستيل زي الخرسانه ولا في فرق؟ يعني ما يعني بيميل اكتر اللي هو يعني يعمل ستيل، انا مثلا حضرتك قلت فيه كونكشنز وكده. طبعا هو بيحتاج لبرامج اخرى مساعده زي ما حضرتك تفضلت، بس يعني البرامج المساعده دي بتبقى يعني البرامج المساعده اللي احنا دي كنا بنعمل لينك ما بينهم، ده كان في الديزاين. هو عشان يعمل مش بيطلع يعني. انا ممكن في تكلا كمان اعمل لودز، اعمل زي ما شفنا في الفيديو بتاع الاستاد. لا انا ممكن احط لودز على جوه تكلا، ده من جوه تكلا ذات نفسه. تمام. احط اللود واعرف اللود كومباينيشن اللود كيسز والكلام ده كله، واختار الكود. مجرد بس ان انا بعته لبرنامج اناليسيس زي الساب او الاستاد او الروبوت عشان اطلع الستريننج اكشنز، ان انا اعمل ايه ران يعني. تمام. طيب بالنسبه للموضوع دي نقطه. بالنسبه لموضوع الكونكريت، موضوع الكونكريت في نوعين من الكونكريت. فيه هو كان بدايته اللي هو اول ما بقى اسمه تكلا ستراكشرز في 2014، ده كان بريكاست. تمام. في كونكشنز للبريكاست موجوده. تمام. وفكر بريكاست موجود، وفي كمان كونكشنز للكاست ان بليس. تمام. اللي هي الكونكريت العاديه بتاعتنا مع الموقع. بالظبط. مع كمان حته متروكه لحضرتك، حته الكاستمايزيشن جوه البرنامج. يعني حتى لو في الستيل انا مثلا مش شايف ان في كونكشن مش موجود، او شايف ان في كونكشن انا محتاج اعدلها بشكل ولو 10% زياده. تمام. اقدر اعمل لها كاستمايزيشن بطريقه سهله يعني. طيب يبقى معنى كده ان انا لما اجي عايز مثلا استخدم برنامج تكلا اشوف انا عاوز ايه، وممكن بقى الاقي مثلا فيرجنز او نوع انواع من التكلا، بحيث في حاجه منها مثلا فيها تديني اوبشن مش موجوده في نوع اخر من التكلا. هل ده كده السؤال كده صح كده؟ لايسنس بالظبط. هما ولا هو كله التكلا زحرج بتقول هم موديولز. اي يعني اي برنامج بيعمل حاجات كتير بيقسموه موديولز عشان يعني بتناسب استخدامات الشركات المختلفة، وبالتالي بيفرق اكيد طبعا في السعر. فحضرتك لكن يعني برنامج ما هوش حاجة واحدة، ما هيش نوعية واحدة. لا يعني هو لو انا في موديول، لو انا مثلا عايز محتاج يعني بعمل كل حاجة، فممكن مثلا ان انا في موديول اسمه فول كونفيجريشن، يعني في كل الداتا، يعني في كل حاجة اناليسز، في كونكريت، في ستيل، في بريكاست، في زي ما حضرتك قلت مانجمنت كونستراكشن مانجمنت، في كل حاجه. كل ده في برنامج واحد بس، انت حضرتك هتفتح يعني انترفيس واحد بس. تمام. اللي بتختلف انك ممكن تلاقي التولز بتاعه الكونكريت متشال منها حاجه، التولز بتاعه الستيل وهكذا، بس الانترفيس كل واحد، البلاتفورم كل واحد. يعني ما فيهوش تكلا كونكريت تكلا ستيل، لا
هي بتاكل ستراكشرز وخلاص. اللايسنس هي اللي بتفتح لحضرتك كل واحد ولا لا بالظبط. لكن لو انا يعني عايز اي حاجه بعد الفور دي يبقى لازم يبقى في برامج تانيه. في زي نيفس ووركس، في سينكرو، في اي برنامج اي برنامج بقى يعني في فيكو سوفت وير الحاجات دي كلها. يعني اخره الفور دي ويشمل كونكريت وخلاص، كونكريت بري كاست واللي هي الفورس بتاعك. انا شاكر جدا لحضرتك. العفو. شكرا جزيلا. أنا بشوف حضرتك يا باشمهندس مصطفى. شكرا. طيب لو حد حابب ان هو يشير الفيديو بحيث ناخد لقطه قبل ما نقفل. يا باشمهندس مصطفى ممكن بس تلغي الشير بتاع السكرين. حاضر. ايوه عشان نبدا بقى الناس كلها تسمع. مهندس محمد اشرف الله يكرمه متعب جامد في التحضير الليل. ايوه جامد جامد الله يكرمه. من ستوب شيرينج. هو انا مش محمد اشرف موبايل لغي. لا خلاص تمام انا لغيت الشيء. ايوه كده الله ينور. استاذن حضراتكم بس دقيقه عشان اربط الموضوع عشان المعرض على الشاشه الثانيه. ان شاء الله برضه مؤتمر خاص بالعمار ان شاء الله يبقى صحه وتوفيق. مش عارف كده ظاهر عليكم. لا هتظهر انا تمام. ايوه تمام ماشي يا باشمهندس. يعني شكرا جزيلا جدا على المحاضره اللي عفوا جدا. انا سعيد جدا وتشرفت فعلا بوجودي في السيشن النهارده. يا رب يكون كان مفيد للناس. الله يكرمك يا باشمهندس. جزاكم الله خير. شكرا الله يخليك. شكرا للناس اللي حضرت وشرفونا بالحضور. واحب اشكر باشمهندس محمد علي فادني كتير جدا في التحضير للحته بتاعه الفابريكيشن. باشمهندس محمد بيم كونسلتنت وسينيور برودكشن انجينير. فبصراحه تعبت معايا في موضوع الحته بتاعه الفابريكيشن والسي ان سي فايلز وكده. الله يكرمك. شكرا باشمهندس محمد. جزاكم الله كل خير. وان شاء الله المحاضره اتسجلت ونرفعها على الصفحه وعلى اليوتيوب. وان شاء الله يعني مع بعض دايما ان شاء الله برضو نستضيف الباشمهندس مصطفى محمود معانا تاني باذن الله. بإذن الله. كمل بإذن الله. جزاكم الله كل خير. شكرا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. الله شكرا. شكرا. الله يكرمك. عليك السلام.